تفضل أخ يوسف الفضالة، مؤيد معارض له. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على شرف الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة الأخ الرئيس، يعني أنا نوهت، يعني لم يكن بودنا الحديث بخصوص هذا الموضوع، وإن كان هذا النقاش والحديث بقناعتي غير دستوري، والحديث عنه غير دستوري، ولكن الآن فتح باب النقاش ويجب الإدلاء بالرأي الذي أعتقد أنه يتناسق ويتسق مع الدستور. لم يكن ودنا يعني بأول يوم أن نتناقش بموضوع إسقاط عضوية وما شبه. الأخ الرئيس، أول شيء لازم نتفق، نقاشنا اليوم هو نقاش دستوري وإجرائي وقانوني، لا يجب أن يكون نقاش بالأشخاص أو بالقضايا المطروحة، لأن ما حصل في الماضي الأخ الرئيس كانت قضية مختلفة وأشخاص مختلفين وأسست عليها قناعات مختلفة، واليوم قضية مختلفة وأشخاص مختلفين ولكن تنقلب القناعات، لأن المعيار الموضوع هو معيار قضية وهي معيار متغير. المعيار الثابت والوحيد الذي يجب أن نتعامل فيه هو الدستور والقانون والإجراءات اللائحية، لأن حصل في السابق الأخ الرئيس قضايا مختلفة ولم يكن الدستور هو المعيار، واليوم تنقلب كل الآراء بسبب أن القضية اختلفت ولا الشخوص اختلفوا، ولم يكن المعيار الثابت دائما وهو الدستور، وبالتالي عندما نغير معاييرنا هذا الشكل الحادث يحدث اختلاف حتى على المستوى الحكومي. في السابق كانوا يرفضون اسقاط العضوية واليوم هم مؤيدين اسقاط العضوية، لأننا لم نلتزم بالدستور ولم نحتكم إلى القانون واللائحة الداخلية، وبالتالي التعذر ومحاولة تغليف الموضوع بأنها قضية سياسية هذا كلام غير سليم. ما يتم اليوم هو قضية قانونية ودستورية وإجرائية فقط، ولا يجب الحديث عن غير هذا الكلام. وخلنا أخي الرئيس نتكلم عن ماذا يقول الدستور وماذا يقول اللائحة الداخلية والقانون. اللائحة الداخلية والدستور الذي هو أساس اللائحة الداخلية تقول هذه العضوية ساقطة ساقطة ولا يوجد مجال للحديث عنها، وأيضا ما نخوضه هو غير دستوري، ولكن يجب أن نوضح الآن. أنا أتكلم الأخ الرئيس عن المادة 82 من الدستور والتي تتكلم عن شروط العضوية، وأيضا المادة الثانية من اللائحة الداخلية والتي تتكلم عن شروط العضوية والتي ردتها ما أن من شروط العضوية هو أن لا يجب أن يتمتع العضو في شروط الناخب وأن لا يصدر عليه حكم، فما بالك بصدور حكم نهائي بات وبعقوبة. ومن يذهب بالاستناد على المادة 16 هذا الكلام غير سليم، وأصلا أنا أعتقد المادة 16 هي غير دستورية. قانون الانتخاب في المادة 50 يقول تسقط العضوية تسقط العضوية، نحن لا نتكلم من فراغ. المادة 16 أخي الرئيس تتعارض مع النص الدستوري في المادة 82، والنص الدستوري يسمو
على النص اللائحي. النص اللائحي يستمد شرعيته من الدستور وليس العكس. تفضل دقيقتين. ما يمدي. انت اللي اخذتوا القرار يا جماعة، انت اللي اخذتوا القرار. الأخ الرئيس، دعني على عجالة. ما يحصل خطأ كبير بحق الدستور وبحق اللائحة الداخلية، ما يجب عليه اليوم الاستناد على المادة 84 من الدستور والمادة 18 من اللائحة الداخلية التي تنص على خلو المقعد وإعلان المجلس من غير أي مناقشة بهذا الكلام. أي مناقشة في هذا الكلام يعتبر خرق للدستور الذي أقسمنا على حلفه. وبالتالي إن كان هناك إجراء تصويت فهذا التصويت باطل بقوة الدستور. وهذا الكلام مو أنا اللي أقوله، هذا الكلام العم أحمد السعدون يقوله، والأخ عادل السرعاوي أيضا يقوله. الأخ أحمد، العم أحمد الدستور في، عفوا، أحمد السعدون في جلسة 8 مارس سنة 2011، من شروط العضوية أن توفر في العضو شروط الناخب، ومن شروط الناخب أن يكون ما في عليه حكم. نحن أمام نص واضح وصريح، ويستدرك المجلس فقط مسؤول عن الإعلان فقط، وما وصلنا في لذلك العضوية ساقطة وما تحتاج إلى تصويت. الأخ عادل الصرعاوي، أصل النقاش هذا الموضوع ما كان المفروض يتم داخل الجلسة، مجرد صدور الحكم واختار المجلس فيه على الرئيس أن يعلن صراحة خلو هذا المقعد. وبالتالي، وأنا اختصرت كثير بسبب الوقت، شنو النتيجة التي ممكن أن نصل لها؟ بالتصويت سوف نصل تمرد على النظام العام، بأن نحمي أشخاص لا يتمتعون بصفة النيابية ويبقون معنا أعضاء بالمجلس. هناك خطر. شكراً الأخ يوسف الفضالة. الكلمة الآن للأخ نائب علي تقباسي. تفضل بسالم. شكراً رئيس. ببساطة شديدة أنا أعتقد أن نحن أمام حالة استثنائية، ثم أن الكل يعرف بدون استثناء بأن القضية ليست قضية شخصية متعلقة بالدكتور جمعان أو بالدكتور وليد، وإنما هي قضية عامة. لا نحاول أن نغض النظر عن أحداثها وما ترتب عليها والإجراءات الحكومية في تلك المرحلة، بدءا من سحب الجناسي ووصولا إلى توجيه القضايا والملاحقات. وهذه الصفحة انطوت لأن الكل يعرف حكومة ومجلس أن الكويتيين اللي ظهروا بما لا يقل عن 100,000 وشباب الحراك ما كان لهم أي قاية إلا خدمة الكويت والمحافظة على أموالها العامة وعلى نظامها الدستوري. أنا أعتقد أن مثل ما قال الزميل يوسف أن نحن أمام قضية دستورية، لكن أنا راح أتكلم من الناحية الدستورية. القضية ليست قضية أشخاص حكم عليهم بقضية شخصية، وإنما قضية عامة. الأشخاص لم يتم شبطهم في الانتخابات، النائبين لم يخلوا بواجبهم وامتثلوا وانحبسوا، النائبين فازوا بثقة الشعب الكويتي، النائبين تعرضوا إلى الحبس وتأذوا أهلهم، وإحنا ما نقدر نكون مو بشر، إحنا إنسان، أو إحنا مجموعة بشر نتفاعل مع الحدث، لكن هذا مو معناه نخترق الدستور. احنا مو ضد اختراق الدستور، احنا مع الدستور، لكن الدستور روحه تحث على الحكمة وعلى الرحمة وعلى التعاون وعلى الأخذ بالاعتبار لكل نواحي المسألة. ما يجب ان يكون نقاشنا فقط محصورا بالناحية القانونية او الدستورية، يجب ان يؤخذ بالاعتبار. والدليل القاطع على ما اقول او ما ذهبت اليه بان هناك سابقة. الدليل الآخر وهو الأهم أن إحنا قاعدين نتناقش في الموضوع، المؤسسين والمشرعين الله يرحم الميت ويبقي الحي بصحة وعافية، لما جعلوا أمر إسقاط العضوية بيد النواب أو المجلس أرادوا يقولوا لكم أنتم مستفتي قلبك. الدكتور جمعان والدكتور وليد ما عليهم قضايا شخصية، هذه قضية كل الشعب الكويتي يعرفها،
وكنا نتحرك، وأنا واحد أتشرف في كل شباب الحراك، لكن النية طيبة، النية ما كانت خبيثة. أنا مو جاي أناقش حكم قضائي، أنا فاتني في بداية حديثي أني أسجل الشكر والتقدير والاحترام لحضرة صاحب السمو الأمير، ولكل من سعى، وسلطاتنا القضائية، والأخ رئيس المجلس، وللنواب اللي اشتغلوا بهدوء ورحمة أن نطلع من هالأزمة. أنتوا ليش تعتقدون أن حنا قاعدين أن نفكر نخترق الدستور؟ هذا كلام غير صحيح. القضية متصلة وليست منفصلة، القضية كبيرة ومست عائلاتهم وأحبابهم، اليوم هم مهجرين، لازم هذا ينخذ بالاعتبار. وكلامي وطموحي يصل إلى طي الصفحة بالكامل، وليست فقط قضية الزميلين العزيزين. طي الصفحة، خلونا نعبر إلى مستقبلنا، مو باختراق الدستور لا أبدا، وإنما بالنظر إلى روح الدستور، بالنظر إلى قضيته، إلى أهدافه. خلونا نتخلص من النظرة التقليدية، نحن أمام حالة استثنائية وحالة مؤلمة، وكلنا شركاء، نريد أن نقفز بالبلد والمجلس والحكومة إلى الإنجاز، إلى طي الصفحة، إلى تعزيز التعاون، مع الاحترام الكامل لمؤسسات الدولة والأحكام القضائية. لكن ليش الدستور خلى فيه عفو؟ ليش تحدث عن التعاون؟ لأن مثل هالأزمات قد تمر، وهذه الأزمة مرت ونحن في أزمة. طيب نظل ننبش جروحنا؟ نظل إن نتكلم صار وما صار وقال فلان وقال علان؟ لا، احنا رجال هالمرحلة، ونستعين بالله ونتوكل عليه، ونستمد قوتنا من وحدتنا ومن إيماننا بأن بلدنا بلد مميز، ويمكن أن نقدر كلنا باختلاف توجهاتنا الفكرية أن نطوي الصفحة بالحكمة والرحمة. هذا أول كلام قلته في مجلس الأمة، الحكمة والرحمة. الناس ما كانت نواياهم خبيثة، الناس تعرضوا إلى أزمة، وإلى أزمة مستمرة. اليوم معانا نائب طلع بحكم البراءة، انتهى الوقت. تبي تمديد؟ تفضل دقيقتين. إن قدر الله عز وجل نكون في حكم بالحبس، وفي ناس مو نواب، في شباب، كل كويتي برا أو كل كويتي يعاني وأسرته، مسؤوليتنا. أنا أقول وأعيد وأزيد وأكرر وأشدد، بعيدا عن الهمز والغمز واللمز، هذه مسؤوليتنا، أن نطوي الصفحة. خل نتعاون بكل ما نملكه، وأنا أعتقد زملائي المختلفين معي بالرأي واللي ينظرون المسألة من ناحية قانونية، أنا أقول لا يمكن فصل الماضي عن حاضرنا عن مستقبلنا. خلنا نوصل للمستقبل أن هذه القضية ما هي قضية متعلقة بأحكام على شخصين، لا، هذه القضية متعلقة بالشعب الكويتي، وهذه القضية حصلت بما فيها، ولاني جاي هنا أتكلم عنها. التاريخ ممكن ترجع له بالإنترنت وتشوفه كله. أنا جاي أتكلم عن صفحة جديدة، حكمة ورحمة وتعاون. أنا واحد من الذين استفادوا من هذه التجربة، وعرفت وين مصلحة بلدي، وين مصلحة الناس. أنا حريص على أني أحافظ على حرية الناس ومصالحهم وأموالهم، وهذا جزء من مصالحهم، أن نطوي الصفحة وأن نعبر إلى المستقبل. وأنا أؤكد أنه ليس هناك ما يشوب هذه القضية من مخالفات دستورية، بدليل أننا نناقشها، لأن المشرعين اللي حطوا الدستور خلى الأمر بيدكم حتى تأخذون بالاعتبار كل هالقضايا بنظرة شمولية ونظرة كاملة، ونصل إلى بر الأمان، ونطوي هذه الصفحة والتخوين والتشكيك، ونطوي هالقضية كلها. الكل تعلم، والشباب اجتهدوا، وأنا أتمنى العفو يوصل للكل وأسعى إليه، والعفو يطلب. شكراً الأخ علي الدقباسي. الكلمة الآن للأخ النائب محمد دلال، تفضل أخ محمد. شكراً للأخ الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الموضوع ذو شقين مهمين. الشق الأول برلماني دستوري قانوني لائحي، والشق الثاني هو شق سياسي، لأن احنا في البرلمان كذلك نمارس السياسة، وبالتالي هذا شق مهم يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في التصويت. لا يمكن أن نتناول الموضوع ونعالجه بطريقة صحيحة ما لم نقرأ أساس الدستور، فلسفة الدستور، روح الدستور، المؤسسين ايش حطوا تحديداً فيما يتعلق بصلاحيات الأعضاء. أنتم تعتقدون اعتباطاً محطوطة عملية نص حصانة الأعضاء لما نناقش الحصانة؟ أليست الحصانة مرتبطة بأحكام قضائية وبطلبات قضائية وأوامر قضائية ونيابة من النيابة العامة؟ ما حطت اعتباراً أو هكذا اعتباطاً بدون أن يكون هناك أساس. ما نحط في الدستور واللائحة نص المادة 16، واللي بعض الأخوة يقولون هذه ما لها علاقة منتهية، لما تنحط المادة 16 وتقول يعرض التقرير على المجلس، يصدر قرار المجلس في الموضوع، لا يكون إسقاط العضوية إلا موافقة، يكون التصويت، هذه انحطت المادة مزهرية في اللائحة الداخلية اللي طلعت بقانون في 63، وهم اللي أسسوا اللي ساقوا الدستور هم نفسهم اللي حطوا اللائحة الداخلية في 63. لما يتكلم الدستور عن إجراءات 111، المادة 111 تكلم عن إجراءات التفتيش والضبط والإحضار، ثم تنعكس في المادة 20 و21 ونتكلم هنا عن الحصانة، انحطت اعتباطا. الفلسفة الرئيسية اللي محطوطة في الدستور فلسفة أن يعطى للمجلس صلاحية البت في حصانة أعضائه وفي خلو المقعد البرلماني في استقالته وفي إقالته. هذه النصوص مجتمعة، والوقت ما يتيح أن نقول نص المادة 95، نص المادة 111 والنصوص الأخرى المرتبطة، وكذلك في اللائحة كل النصوص بما فيهم إذا ما التزم بحضور جلسات مجلس الأمة يعرض أمره على المجلس ليبت في استقالته. هذه النصوص موجودة، ولذلك صلاحيتنا في البت في الموضوع منصوص عليها بالدستور ومنصوص عليها باللائحة. هذا الكلام كلامي أنا؟ مو كلامي أنا. هل هو كلام أعضاء سابقين في 2009 لما ناقشوا أحد الأعضاء أو موضوع أحد الأعضاء في تلك الفترة؟ لا لا لا، هذا كلام عثمان عبد الملك الفقيه الدستور رحمة الله عليه، اللي أكد أحقية المجلس في بحث عملية صحة العضوية بعد الحكم ولا لا. هذا كلام الدكتور عادل الطبطبائي في هالمخدة المجلد العود النظام الدستوري، دراسة مقارنة. اقرأوا، ما عندي مانع اقرأ بس ما عندي وقت، عطني وقت واقرأ ما عندي مشكلة. هذا الكلام هني يتكلم عن أحقية المجلس والتصويت، وأنه يعرض على المجلس تقرير وأنه يصوت على المجلس. ماكو شيء يقول أنه والله المجلس مو من حقه يصوت، وأنه بمجرد صدور الحكم القضائي خلاص انتهى الموضوع ويعلن خلو مثل ما قيل من زميلي الفاضل يوسف الفضال. لا لا لا، الكلام مو صحيح، لأنه منصوص عليه دستوريا ولائحيا. بل يا جماعة اللي أكثر من ذلك، تأكيدا لهذا الكلام، هذا محضر جلسة في 30/3/1963، محضر إعداد اللائحة الداخلية المادة 16 تحديداً. دكتور أحمد الخطيب هو قائم، العم أحمد الخطيب موجود والله يحفظه ويحفظ صحته، الخبير عثمان خليل عثمان، العم راشد الفرحان، تكلموا على المادة 16، وتكلموا تحديداً أن هذا النص أن ما في أي شيء يسمح بعزل النائب أو إخراجه من عضويته أو إقالته ما لم يصوت المجلس. الحين أنا ما أقول لكم شو تصوتون، أنا أقول لكم صلاحيتنا أن ننظر في الموضوع ونبت في الموضوع، هذه صلاحية رئيسية. وإذا شلتوا منا هذا الموضوع، هذا طبعا موجود على العالم، العالم متبني ذلك النظام البرلماني في العالم، أنه يعطي الصلاحية للمجلس للبت، وهم يعرفون اللي حطوا الدستور عارفيننا في قضاء وصلاحيات القضاء، ومع ذلك أعطي الصلاحية كحصانة كسلطة.
تفضل تمديد دقيقتين. شكرا اخي الرئيس. شكرا ابو حماد بعد ما قصرت. لذلك البعض يقول ان المادة 82 ثم قانون الانتخابات، المادة 82 شروط العضوية، وشروط العضوية تسقط بوجود حكم وقانون الانتخابات. لا لا لا، اللي حطوا اللائحة في 63 كانوا مدركين، لأن المادة 82 وحطوها مساعة على الشاشة ويريت يحطونها مرة ثانية، تحيل موضوع شروط العضوية إلى شنو؟ إلى قانون الانتخابات. شوفوها رقم 2، قانون الانتخابات طلع 1962 في المادة الثانية منه تذكر تحديدا، تذكر تحديدا إن والله إذا كان هناك عقوبة أو جريمة أو عقوبة مخلة بالشرف والأمانة. ثم يأتي اللائحة في 63 والدستور يقول في المادة 117 هو يحط لائحته، واللائحة بقوة القانون، ولذلك هذا قانون لاحق فاهم القانون السابق وهم عطى الصلاحية. الآن الأخ الرئيس، البعد السياسي بعد مهم جدا، ونحن أمام عضوين من أعضاء مجلس الأمة لهم تقدير واحترام كبيرين، وقد أخذوا جزاءهم القضائي، أخذوا جزاءهم القضائي. البعض يمكن عنده ملاحظات من حقه على حكم القضاء أو أحكام القضاء، مع احترام لها ولرجالات القضاء، لكن في الشق السياسي نحن ندرك أن هذه قضية سياسية كبيرة جدا، وكان الموقف وطني بهدف الوقوف ضد الفساد في تلك المرحلة. لكن احنا عارفين ان الدكتور جمعان والدكتور وليد لهم مواقف في إصلاحية ومطالب شعبية، شكرا للأخ النائب الفاضل محمد دلال. الكلمة الآن للأخ النائب الفاضل الدكتور عبد الكريم الكندري، تفضل دكتور. تنازل بدوري للنائب الدكتور دمخي مع احتفاظي بدوره. تفضل أخ النائب الدكتور عادل دمخي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قريت تقرير اللجنة التشريعية والخلاف اللي حاصل بين الخبراء القانونيين، يعني احنا الآن هي البعض ويحسم وكأن الموضوع ما في جدل وما في خلاف وما في، يعني وكأن الموضوع انتهى، والخلاف بين الخبراء على الأقل في رأيين، رأي الدكتور عبد الفتاح حسن ورأي الدكتور محمد الفيلي مختلفين. هذا يراه كاشف دكتور عبد الفتاح حسن ولا بد من اسقاط العضوية، والدكتور الفيلي يرى لا منشئ، وان المادة 16 تحكم هذا الخلاف، وكما بين اخوي محمد دلال ان من وضع الدستور هو من وضع المادة 16، وهو من استثنى، وهو من أعطى الحق للمجلس في الإسقاط وعدم الإسقاط. لو كانوا يرون أن المادة 82 هي الحاكمة ما كانوا يتجهون إلى اللائحة الداخلية المادة 16، وصار فيها يعني ما وضعت المادة في اللائحة الداخلية دون نقاش، لا نوقشت، وكان لهم آراء واضحة أن المجلس هو المرجع في إسقاط العضوية من عدمها. يبقى إذا كان هناك خلاف، لا ما ودنا نسمع وكأن مثل ما قالوا داسوا بطن الدستور، لا، الخلاف والإشكال قائم. والكتابات أمس أنا اطلعت على كلام الدكتور الطبطبائي وكان كلامه واضح في
إسقاط العضوية نراجع إلى المجلس على الأقل في الجزء اللي يتكلم عن اللائحة الداخلية وعن المادة 16. طيب، هذا الخلاف قائم وهناك سلطة تقديرية لمجلس الأمة. نحن القضاء ينظر إلى وضع قانوني في جريمة يراها تتشكل بسبب بأسباب وحكم على ضوء هذه الأسباب. إحنا كسلطة تشريعية الآن إحنا نتعامل مع قتلة أو مجرمين في جناية، لا، كلنا الآن اللي موجودين نعلم أن الوضع اللي نتناول الآن هو وضع سياسي بحت. في فترة كانت فيها اعتراض على رئيس الوزراء واعتراض على قضايا فساد، في ذاك الوقت حصل ما حصل في ذاك الوقت 7 سنوات الآن، وكان الأخوة وكثير من الإخوان اليوم شاركوا كانوا مشاركين في تلك الأحداث. اللي دخل المجلس في تقرير المباحث فوق 600 دخلوا المجلس في ذاك الوقت، فكان الحدث عام، وكانوا هم كإخوان جاءوا بأنفسهم وشاركوا بعد هذه الفترة وبعد هذا الخلاف بإبداء حسن النية وبإبداء أنهم يعني سيمضون بصفحة جديدة خلاف ما كانوا عليه في السابق. فالآن نحن نحاكمهم ونكافئهم بهذا بإسقاط عضويتهم اللي هم لجأوا الآن إلى مجلس الأمة المشاركة السياسية وليعمل على استقرار البلد وعلى استقرار النظام وعلى يعني المواءمة السياسية مع الحكومة، ودخلوا في مجلس الأمة. تفضل عطى تمديد. اليوم تقدير البعد السياسي في هذا الجانب، تقدير البعد السياسي في طي صفحة الماضي، تقدير البعد السياسي في حال البلد وحال يعني الوضع الإقليمي، تقدير البعد السياسي كذلك في طي كل الخلافات السابقة. لذلك نحن دعونا إلى مصالحة شاملة منذ أول يوم، دعونا إلى العفو منذ أول يوم، وقلنا هذا الملف ملف عام. وعندما قدمنا قانون العفو العام في دور الانعقاد الأول كان عن الجميع، المخالف لنا والموافق لنا كله يضم هذا القانون، لكن للأسف هناك نظرة ضيقة ونظرة ترى فريق دون فريق، وهذا اللي نرفضه. أنا أدعو اليوم إخواني جميعاً إلى أن يكون لنا رأي يسجل في قضية ذات بعد سياسي، وأدعو الحكومة كذلك إلى تقدير هذا الموقف وأن تقف في جانب يعني الحق في هذه المسألة وفي جانب العفو وطي صفحة الماضي. هذا قرار سياسي إداري تنفيذي بعيد عن أن يجعلنا في مواجهة السلطة القضائية وفي مواجهة رجال القضاء، لا. أنا أقول هذه فيها خلاف سياسي كبير، فيها خلاف بين خبراء قانونيين، يرجع فيها القرار إلى مجلس الأمة. شكرا لكم. شكرا للأخ النائب الفاضل الدكتور عادل الدمخي. كلمة الآن للأخ النائب الفاضل أسامة الشاهين. الأخ أسامة الشاهين. كاو منصة؟ اي اقرب لك يلا.
شكرا للأخ الرئيس، وشكرا للزملاء، وشكرا للجنة التشريعية على الجهد المبذول. وأذكر نفسي وزملائي بالنتيجة التي انتهت إليها اللجنة التشريعية، وهي نتيجة واضحة بخمس زملاء نواب انتهوا إلى بحقيقة الاعتراض على إسقاط عضوية الزميلين الفاضلين، مع الاحترام لجميع الآراء. وأذكر بعد ذي بدء بأن هذه القضية بالذات قتلت وأشبعت بحثا في كتب الفقه الدستوري، والذي تشرفت بدراسته سواء في الليسانس أو في الماجستير. ومن درسني في المرحلتين هو الأستاذ الدكتور الوزير السابق والمستشار في الديوان الأميري الأستاذ الدكتور عادل الطبطبائي، ورأيه واضح تمام الوضوح في هذه المسألة بالذات، أن لا يقع إسقاط عضوية النواب إلا بقرار يصدر من المجلس، وذلك في حالة أنهم فقدوا أحد أو بعض شروط الانتخاب، مثل الحالة الماثلة أمامنا بالضبط دون أي تأويل، بل واستعان بآراء محاكم مصرية ومحاكم أخرى، أنظمة قانونية نظيرة لنا، وكلها انتهت إلى ذات النتيجة السليمة والمتسقة مع مبدأ الفصل بين السلطات، ومع مبدأ استقلال البرلمان بقراره وحفظ حرية أعضائه وإرادتهم السياسية. وأود أن أقول بأن موقفنا اليوم هو الدفاع، ابتداء دفاع عن شخصين فاضلين، زميلين تشرفنا معهم بالحل والترحال واللجان والأعمال، وما رأينا منهم إلا حسن الخلق والتعاون وتقديم المصلحة العامة. ولكن ليس ذلك فقط، ولكن أيضا هو دفاع عن رمزين وطنيين من رموز محاربة الفساد، لهم في ساحات الوطن وفي ساحة البرلمان وقعته جولات وصولات في الدفاع عن المال العام، وفي محاربة الفساد والمفسدين، وفي الدفاع عن مصالح الوطن والمواطنين. وأيضا حديثنا اليوم ووقوفنا اليوم ضد إسقاط العضوية عن النائبين الفاضلين هو دفاع عن القضايا الشعبية الرائعة والرائدة، التي لم تكن بعد الله سبحانه وتعالى إلا في جهود ساهم بها هؤلاء النائبين. لم تكن في الكويت جامعات خاصة، ثم تقدم قانون إنشاء الجامعات الخاصة، والآن نرى الابتعاث الداخلي لها. من وراء هذا القانون سنجد أسماء كريمة، وبمقدمتهم جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، كادر المعلمين، إنشاء المدينة الجامعية بالشدادية، وغيرها من قضايا بالحقيقة تنموية وشعبوية. دفاعنا اليوم هو دفاع عن شخوصهم، دفاع عن صحيح القانون والدستور، دفاع عن زمالتنا لهم، دفاع عن مواقفهم الإصلاحية والديمقراطية، ودفاع عن مواقفهم الشعبية. هذه هي حقيقة تصويتنا اليوم، ليست هي تصويت على أمور أخرى. وأيضا اليوم موقفنا إخواني الأحبة هو دفاع عن الدستور الذي ننظر إليه كوحدة متكاملة، لا نجتزئ ننظر لمادة واحدة تتكلم عن شروط الناخب، ولا ننظر إلى مجمل المواد الدستورية، كل المواد الدستورية وتحديدا 95 96 وغيرها، كلها أحالت للبرلمان الفصل في عضوية أعضاء، بل حتى صحة الانتخاب الدستور جعل الأصل فيها للبرلمان، ما لم يرد البرلمان أن يتنازل لجهة أخرى، وهذا ما فعلناه في حالة المحكمة الدستورية. فالأصل في الدستور هو أن يكون البرلمان هو المختص، سواء سقوط، إسقاط، استقالة، صحة انتخاب، الأمر داخل البرلمان. هذا ما لم نرده نحن، ولكن أراده الآباء المؤسسون لهذه الدولة الطيبة في المجلس الأول. وتشاء الأقدار أن يكون الموقع على قانون اللائحة الداخلية هو ذاته أمير الاستقلال والدستور الأمير المغفور له عبد الله السالم، هو الذي وقع على هذه المادة بهذه الشكلية، وصدرت من ذات الرموز الوطنية الرائعة والرائدة التي قدمت لنا هذا الدستور. فننظر للدستور وننظر لمكملة في اللائحة الداخلية، فلا نجد إلا قولا واحدا، وهو اختصاص البرلمان، وعلينا أن نمارس اختصاص بكل اقتدار، كما قلت دفاعا عن القضايا التي حملوها، دفاعا أيضا حتى أخواني الأحبة عن القضايا الإسلامية بالحقيقة، التي ما فتئ النائبان الفاضلان الدكتور الحربش والدكتور الطبطبائي يطرحانها في كل مقام، بل حتى هذه اللحظة احنا قاعد نتكلم عن عضويتهم، وهم بتويتر قاعد يتكلمون عن مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني في بعض دول الخليج العربية للأسف، التي هرولت نحو التطبيع مع الكيان.
ما مشغولين بقضايا الأمة، فدعونا ولو ليوم واحد ننشغل بقضيتهم وندافع عنهم كما يستحقون ذلك. وشكرا لكم إخواني الأحبة. شكرا أخ أسامة الشاهين. الكلمة الآن للأخ النائب صالح عاشور، تفضل بوحدي. شكرا أخ الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآل بيته الطيبين الطاهرين. السؤال يطرح نفسه، هل إذا لم يتم إسقاط عضوية النائبين في هذه الجلسة القضية تنتهي أم تكون معلقة ومستمرة؟ هل الحكم اللي صدر من محكمة الجنايات في قضية جنائية نهائية باتة كانت تعيني فقط النائبين أم 70 شخص آخر، وهناك أحكام أخرى لعشرات من المغردين، بعضهم داخل السجن وبعضهم خارج البلاد؟ فبالتالي الحفاظ على عضوية النائبين هذا لا يعني أن القضية انتهت، وهذا لا يعني أن الصفحة انطوت وانتهت القضية، بل بالعكس، الحفاظ على عضوية النائبين بخلاف الحكم محكمة الجنايات كقضية دستورية قانونية سوف تعقد القضية وسوف تأتي مشاكل أخرى، لأن القضية ما كانت تعني فيها نائبين. ولذلك ملاحظتي على تقرير الأخوة في اللجنة التشريعية والقانونية، كان الأجدر فيهم أن يذهبوا إلى قانون العفو، وهذا القانون يشمل النائبين ويشمل النواب السابقين ويشمل عشرات المغردين اللي بعضهم في السجن وبعضهم خارج البلاد. وفي ذلك الوقت لما يعطي قانون العفو ونوافق هذا على هذا القانون بطبيعة الحال بعد التفاهم وأخذ مباركة حضرة صاحب السمو أمير البلاد، في ذلك الوقت نستطيع أن نقول قد تجاوزنا هذه القضية وطوينا هذه الصفحة ونبدي مرحلة سياسية جديدة. وبالتالي عدم تطبيق حكم محكمة الجنايات وتمييز وقرار المكتب الفني في اللجنة التشريعية والقانونية خلاف تقرير المكتب الفني لا يعني أن القضية انتهت، بل عقدنا القضية، وهذه القضية سوف تستمر، والآخرين سواء من نواب سابقين ومن مواطنين ومن شباب ومن مغردين سوف يحملون المجلس. اللي استطاع أن يحمل نائبين كان بمقدور المجلس أن يحمل بقية ويصدر قانون العفو بالتفاهم مع حضرة صاحب السمو. لذلك هذا التقاعس وهو اتجاه الآن في خلاف قانون العفو عن الجميع لتجاوز هذه المرحلة، أنا أعتقد هذه سخطة سياسية للمجلس في حالة الموافقة وللجنة التشريعية والقانونية. النقطة الثانية في هذا الجانب، هل للمجلس سلطة مطلقة أم هناك سلطة مقيدة لأعضاء مجلس الأمة في بعض القضايا؟ تقرير اللجنة التشريعية والمالية تقول بوضوح أن ليس هناك سلطة مطلقة لمجلس الأمة، هناك سلطة مقيدة، وتقييد السلطة يأتي من خلال الالتزام بمواد الدستور ومواد القانون وبرأي الدستوري والقانوني. وبالتالي ذهبت اللجنة أو الفنية في اللجنة التشريعية والقانونية بصورة واضحة في مكتب التشريعية والقانونية، مكتب الفن التشريعية، أن ليس هناك سلطة مطلقة بل سلطة مقيدة من خلال الدستور والقانون. ولذلك ذهب تقرير اللجنة شو تقول؟ والصحيح أن يجب إلغاء العضوية بالإجماع وليس بالأغلبية، هذا رأي المكتب الفني، بالإجماع وليس احتراما للدستور وهو القانون الأعلى الذي يعلو على كل القوانين والذي يجب الالتزام به في جميع السلطات العامة وفي مقدمتها مجلس الأمة. فبالتالي يجب أن
نبين إذا كان هناك جانب السياسي كان الجانب السياسي أن نذهب إلى العفو العام وأن لا تختصر على نائبين بل تختصر جميع من اتهموا في هذه القضية وصدرت أحكام ضدهم ولهم حق علينا في بعض الجوانب السياسية وبعض الجوانب القانونية وكذلك المغردين. ولذلك احنا سلكنا الطريق الذي يخالف الطريق السياسي الذي كان يفترض أن نتبع في هذا الجانب. النقطة الأخرى دقيقتين الكلمة الآن للأخ الدكتور عودر وعي نائب عودر وعي. بسم الله الرحمن الرحيم. أخ الرئيس أنا كنت أتمنى أني أسمع رأي قانوني مجرد، كنت أتمنى أني أسمع شيء بعيد عن التمجيد أو عن التقليل. الإخوان دكتور جمعان دكتور وليد على عيني وراسي والكل هني يحترمهم ويقدرهم، لكن الحديث مو عن أشخاص، الحديث عن حكم. هذا الحكم اللي يفترض أن نكون دائما نحتكم له يا أخوان. الحكم ليس جنحة أو محل خلاف على قضية أن هذا والله مخل بالشرف والأمانة، هي جناية جناية. وكل القانونيين اللي موجودين هنا أتحدى أي واحد فيهم يقول أن الجناية لا تسقط الصفة عن الناخب وبالتالي لا تسقط الصفة عن النائب. قضية البحث في ولاية المجلس في إسقاط العضوية هذا صحيح، المشرع أكرم المجلس بأن أعطاه هذه الصفة حتى لا تتفرد السلطة التنفيذية في مثل هذا القرار. سمعت أن في رأيين مختلفين بين دكتور الفيلي ودكتور عبد الفتاح حسن، غير صحيح الكلام، كلهم يقولون إسقاط العضوية. وأنا بقرأ التقرير الأول والتقرير الثاني. الأول يقول اللي هو لدكتور عبد الفتاح الزبدة أن التصويت بإسقاط العضوية في الحالة المعروضة أمر حتمي احتراما للدستور، حتمي، وقانون الانتخاب اللائحة الداخلية، وتصويت المجلس على خلاف ذلك مخالفة صارخة لنصوص دستورية وقانونية واضحة تمام الوضوح. هذا دكتور عبد الفتاح. شو يقول دكتور الفيلي؟ يقول بناء على ما سبق يجب أن يصدر المجلس قراره بإسقاط العضوية وفق المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، والذي يجب أن يكون على ضوء المادة 82 من الدستور طبقا لمبدأ المشروعية. قانون الانتخاب مادة 50 تقول يسقط. المجلس شنو دوره؟ يعلن عن إسقاط العضوية. فاللي قاعد يصير حاليا، لا تخلونا ندخل بالصفصطائية. ما هو حق بالنسبة لك فهو حق، وما هو حق بالنسبة لخصمك فهو حق. تقول أنا أشوف هذا اللون أبيض، أقول لك لا والله هذا اللون آخر بالنسبة لي وبالنسبة لك. القضية ليست قياس وليست نسبية، قضية حتمية، بمعنى حكم جنائي نهائي بات تم الفصل فيه. فبالتالي إذا بندخل على هالموضوع راح تتبدل الأشخاص في يوم الأيام مثل الحادثة السابقة اللي تبدلت فيها المواقف وتبدلت فيها الأشخاص. فالمدافع اليوم كان مهاجم، والمهاجم في السابق اليوم قد يكون مدافع. لذلك هذا التفاوت بالحديث ما راح يخدمنا. نبي نبني بلد بعيد عن الشخصانية للكل احترامه وتقديره، لكن لما نوصل لهذه النقطة يجب أن نوقف يا جماعة احتراما للدستور اللي يجمعنا، احتراما لما أقسمنا عليه برا بقسمنا. حتى تذكر لي تقول لي مناقب ولا مساوئ الشخص، ايش دخله بالحكم؟ ايش دخله بالحكم؟ هذه ما له علاقة بالحكم. أخي الرئيس فيديو لو سمحت، ودي أنا أعرض بعض المقتطفات السابقة اللي قد يكون أيضا اللي يتحدثوا فيها صامتين ولا يتكلمون في الوقت الحالي لتبدل المواقف والأشخاص. لو سمحت أول شيء البيان الخاص في كتلة العمل الشعبي وكتلة التنمية والإصلاح لو سمحت. من اللي قاعد يعرض؟ ما أعطيت لمان العامة؟ أنا ما أعطيهم، أنا أبي الزوم على آخر شيء شنو مكتوب. أخ الرئيس مو رأي قانوني، شيلوه لو سمحت، وهي أراء، شيلوه، عطني الفيديو الأول لو سمحت. مو رأي قانوني، رأيكم قانوني يعني اليوم ها؟ انت اصلا قانونيين حسدوا القانون كله فوق تحت، خليتوا شغله شخصانيه. بس لو سمحت عطنا الفيديو لو سمحتي. الكلام لاني ما اتوقع منه مثل هذا الصوت. لكن انا اخاطب اعضاء المجلس
إذا كانوا حريصين على المؤسسة الدستورية، وإذا كانوا بارين في قسمهم ويسمحون للإخوان بعضهم. أنا أخص بالذكر مجموعة إلا الدستور اللي كان كنا نتأكد ولا أشك في أحد فيهم، لكن الآن هو يوم الاختبار الحقيقي للدستور. إذا كنا نؤكد واتخذنا قرار وسنتخذ قرارات في المستقبل تجاه الحكومة، لكن الآن مطالب أن يكون لنا قرار داخل المجلس لإنقاذ هذه المؤسسة. البعدة لو سمحتي، الوقت مشكلتنا مع الوقت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخ الرئيس، أنا أذكر بس في الجلسة اللي بحث الموضوع في السابق، أنا من اعترضوا على إحالة اللجنة التشريعية، يعني عدم النطق بالعقوبة ليس معناته نف التهمة. هذا احنا نتكلم عن امتناع النطق، الحيثيات اللي طرحها جناية. لا، احنا الآن أمام حكم قضائي. دقيقتين، كمل دقيقتين. وبالتالي عدم النطق بالعقوبة ليس معناته نف التهمة، فالتهمة بحكم القضاء ثابتة. اللي بعده لو والقانون واضح في هذه العملية. اللي بعد الفيديو اللي بعده عشان الوقت. الأخ الرئيس، تحكمنا لائحة، يحكمنا دستور. بلا نظام. نظام. عطل. بس خليك بالموضوع. اللائحة واضحة. إذا تقدم أي واحد، حتى لو في واحد يتكلم، إذا اعترض واحد على نقطة نظام يتعلق بالدستور، يجب أن توقف ويتكلم وتعطيني. أنا أتكلم عن المادة 82 من الدستور، وأتكلم عن المادة 2 من اللائحة الداخلية. صوت. اللي تكلم عن شروط العضوية، من شروط العضوية أن توفر في العضو شروط الناخب، ومن شروط الناخب أنكم ما في على حكم. احنا امام نص واضح وصريح، امام حكم محكمة التمييز، وامام نص واضح في المادة 50 من قانون الانتخاب. تسقط العضوية، واللي يعتقد ان في تصويت، ما في تصويت، تسقط العضوية عن عضو مجلس الأمة إذا فقد أحد الشروط المشترطة في العضو أو تبين أنه فقدها قبل الانتخاب. كفاية عشان الوقت، ويعلن المجلس. أخي الرئيس، والله لو عود الروعي في الموقف، أنا أطالبكم أنكم تشيلون العضوية منه، وأطالب هذا الشخص اللي يسمع عود الروعي بالاستقالة احتراما لكم وعدم إحراجكم في الموقف. لذلك لو كان من الإخوان قدموا استقالتهم إجلالا لما هو موجود من أيضا من احترامنا لهم، والله كان أفضل من أن يعرض الموقف ونصير على المحك بين مؤيد ومعارض لإسقاط عضوية زملاء. لكن احنا في تجرد عن الزملاء، ما نتحدث عن الزملاء وأشخاصهم. شكرا دكتور عودة. مهما جماعة، يا جماعة ماخذين القرار. دكتور آسف، تفضل. الأخ عبد الوهاب البابطين. شكرا الأخ الرئيس. بداية أود أن أؤكد بأن جميع الآراء التي تطرح هي محل احترام بلا شك، ولكن في هذه الحالة لابد من التركيز على الوضع الدستوري واللائحي. اليوم احنا نناقش أمرين الأخ الرئيس، الأمر الأول دستوري لائحي، والأمر الثاني موضوعي. المادة 82 من الدستور نعم حددت شروط العضوية، المادة 50 من قانون الانتخاب نعم بيّنت كيف تسقط هذه العضوية إذا فقد أي عضو أحد هذه الشروط. لكن بنفس الوقت أيضا قانون الانتخاب صدر في 62، قانون اللائحة الداخلية اللي حدد الدستور بناء على المادة 117 صدر في 63، ودائما القاعدة القانونية أي نص لاحق يأتي فهو يعني من المفترض أن يتبع لسبب بسيط جدا. المشرع في ذاك اليوم لما يحط قانون الانتخاب وبعد بسنة يحط قانون اللائحة الداخلية اللي تنظم عمل المجلس، ما كان في باله بأن احنا ممكن نقع في هذا الجدل اليوم؟ لا، كان موجود في البال. البعض يقول بأن والله قانون اللائحة هو قانون غير دستوري. من يقول غير دستوري؟ احنا امام جدل.
لكن قانون اللائحة أتى بعد قانون الانتخاب، بل نص المادة 16 من قانون اللائحة نص صراحة إذا فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور أو في قانون الانتخاب إلى نهاية النص. شو يقول نهاية النص؟ يقول يصدر قرار المجلس في الموضوع، أي أن القرار لائحيا يرد للمجلس، ما تعتبر العضوية ساقطة. من يسقط العضوية؟ إذا المادة 96 من الدستور مجلس الأمة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته، يعني واحد يبي يستقيل لازم ترد حق مجلس الأمة، فما بالك في واحد مطلوب إسقاط عضويته سواء بحكم أو بخلاف ذلك، لابد من العودة إلى مجلس الأمة وفق النصوص. هذا جزء مهم تطرق الإخوان، ما يصير ناخذ جزئية من الدستور ونتكلم بمفهوم معين ونترك الجزئيات الباقية. أنا أعطيكم الأمر الثاني، الحين أنتم كمشرعين تملكون الحق وفق المادة 75 من الدستور بإلغاء حكم قضائي وبإلغاء العقوبة وبإلغاء الآثار المترتبة على العقوبة، وإذا حكم عضو ما تملكون الإبقاء على عضويته؟ شنو هذا التناقض؟ شنو هذا التناقض؟ أنت عندك عفو شامل وفق المادة 75 من الدستور، يقول لك بشكل صريح إذا صوت على المجلس يلغى الحكم القضائي وتلغى العقوبة وأيضاً تلغى الآثار المترتبة على هذه العقوبة. الحين أنت تملك هذا الحق كمشرع وما عندك الحق بأنك تصوت على إبقاء أو إلغاء عضوية نائب؟ يعني المشرع الدستوري الأول ما كان يفكر لما وضع نصوص هذا الدستور بأن هذه النصوص مترابطة ولا يمكن أن تفصل؟ الآن احنا نتكلم بشكل واضح، انت تقول يعني بعض الآراء يقول ما يصير تصوت، طيب ليش نحط هذا النص في اللائحة الداخلية؟ ليش نحطت هذه النصوص الدستورية اللي تخليك تلغي حكم؟ طيب العديد من المستشارين الدستوريين استشهدوا فيهم بعض الأخوة، منهم الأخ ثامر سويط ومنهم الأخ أسامة الشاهين قبل شوي لما استشهدوا في كلام الدكتور عادل الطبطبائي في كتابة يقول لابد من التصويت على إلغاء العضوية. فإذا هذا وين الجدل؟ شلون تطيح العضوية بروحها؟ يعني نعم هو فقد شرط من شروط العضوية، لكن بالمقابل بالشق السياسي صدر حكم ذو بعد سياسي. نفس الحالة سحبت جنسية على أساس سياسي، فقد شرط من شروط العضوية. ما هو أنتوا نفسكم تكلمتوا في جناسي سحبت سياسيا، ليش تبون تغضون الطرف عن هذا الطرح في هذا الجانب وتبون تشوفون الآن الإجراءات الأخرى؟ ليش؟ هذا كلام لازم نركز عليه. تفضل أخ عبد الوهاب. دقيقتين تفضل. فالآن احنا المفترض ما نقتطع بعض النصوص ونتعامل عليها بمزاجية. الآن أنا أتكلم عن إجراءات وتحدثت عن إجراءات وتحدثت عن نصوص مترابطة في الدستور واللائحة والقانون. الآن لما تقول لك اللائحة يصدر قرار المجلس في الموضوع، يعني من الطبيعي أنا لما أجي واخذ موقف تقول لي شخص عضو في البرلمان سحبت جنسيته لأنه كان مزور، عبد الوهاب شنو بتصوت؟ بصوت مع إسقاط عضويته. يا عضو تاجر مخدرات وثبت عليه الأمر، عبد الوهاب شنو بتصوت؟ بطيح عضويته. بس تيجي تقول لي في الموضوع موضوع خلافي في فترة استثنائية من تاريخ الحياة السياسية وأيضا الحكم الصادر مع كامل التقدير يقال في هذا الحكم، شنو تهمتهم؟ التعدي على رجال الأمن. أنا أبي أعرف في الحكم عطوني اسم رجل أمن واحد ذكر اسمه في حيثيات الحكم أن فلان الفلاني تعدى عليه، بل أن هذه القضية اللي دخلوا المجلس الكل شاهد أكثر من 300 إلى 400 شخص، من حكم حول 70
من صدرت عليه الأحكام 16 شخص. وأنا استغرب من البعض حقيقة يريد أن يضرب الأمثل على المزاج، يعني يستشهد بما قاله العم أحمد السعدون في ذاك الوقت، ويستشهد فيما قاله بعض السياسيين في ذاك الوقت، وإذا جيت أمام القضايا المصيرية مثل سحب الجناسي وغيره يقول أنا ما أعرف هذولا. لا، الأمور ما تجزى على المزاج. نعم قد نختلف في جزئيات دستورية لائحية غيره، ولكن المواقف لا تتجزأ، وهذا يجب أن يكون واضح للجميع. شكراً لأخ الرئيس. شكراً أخ عبد الوهاب. الكلمة الآن للأخ النائب أحمد الفضل، تفضل. شكراً أخ الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. نظراً لضيق الوقت سأحاول الاختصار قدر الإمكان، لذلك أنا لن أتحدث عن التعارض الكبير ما بين قرار أغلب أعضاء اللجنة التشريعية مقارنة مع الدستور ومع صريح الدستور وصريح مواده. كذلك ما راح أتكلم عن تصويت عن الـ كلام العم أحمد عبد العزيز السعدون ولا خالد السلطان نائب الرئيس المبطل، لن أتحدث عنهم لأن قد أشبعهم الإخوان حديثا. إنما أنا بتكلم عن شيء واحد وراح أبتعد عن ما يتناول الإخوان من هل يجوز لنا التصويت أو لا يجوز لنا التصويت. عمي أنا بقول جدلا يجوز لك التصويت، ش اللي بتصوت عليه وشلون بتصوت، وهل يجوز لك التصويت بخلاف ما ورد في الآراء الدستورية الواردة في تقرير اللجنة التشريعية ولا أنت حر؟ إذا كان هناك أي احترام لحكم قضائي فقرارك بعد الحكم القضائي هذا قرار تعقيبي، هذا وكأنك تصلح القرار، كأنك تمنع الحكم من التنفيذ، هذا ما تحاول أن تعمله. لكن يا أخوان أنا بسألكم سؤال، وأنا أقول حق الأخ خلف دميثير، الضائقة اللي مريت فيها من قبل كم سنة انقلبت نعمة الآن على الكويت حتى يرون العالم بأنفسهم كيف انقلبوا العالم على أعقابهم، وكيف سحبوا كل كلام كانوا يقولونه وردوا الآن يقولون عكسه، كيف ينزلون البيانات يؤكدون فيها ويدللون دستوريا وقانونيا بأن لا يجوز حتى التصويت وتعتبر ساقطة، وإذا صوتوا مالك أمل تصوت لا، يجب أن تصوت نعم وبالإجماع، وهذا ما أتى في تفسيرهم. فالمفروض أنا منك أفرح ما أزعل، اليوم تأخذ حقك، كل من كان ضدك اليوم يعض أصابع الندم على ذاك الموقف، كلهم في موقف محرج. للأسف أغلبية أعضاء اللجنة التشريعية قانونيين ومحامين، مع ذلك داسوا ببط الدستور اللي تغنون فيه. يقوم أحد الأخوة الآن يتكلم بداية كلامه دستور نهاية كلامه دستور وبالنص ماكو شيء بالدستور. يا جماعة إذا هذا الكلام قبلنا فيه وخرج تصويتنا بعدم إسقاط العضوية، فلي أن أتخيل بأن هناك شخص سقط عنه شرط من شروط العضوية، خل نفترض صار خبل وقاموا أهله بالحجر عليه، فاقد الأهلية وعنده ربع يحبونه في المجلس، قال عبد بو فلان ما يطيح وصوت على المينون وخلى بالمجلس، صير أخ الرئيس واحد راح اختيارا وخذ الجنسية السريلانكية مع كامل احترام لجميع الجنسيات اختيارا ويعلم ان القانون ضده، فرنسية ولا تزعل يا حبيبي يعني فرقت، المهم ما عندي وقت، خذ اي جنسية اخرى اختيارا ويعلم ان هذا مخالف المادة 13 من قانون الجنسية. طيب هل معناته الان احنا ويصدر عليه حكم بفقد الجنسية الكويتية؟ ومو كويتي صار الحين، فلبيني. لا بو فلان عاد سقط شرط من هذه الشروط، فانا بالتالي أعضاء مجلس الأمة لهم حرية بمنع العقاب عن الجريمة أو إبقائها. أي مادة 50 من الدستور اللي تسولفون عنها دستوا ببطنها. فيعني أنا بعرف إذا واحد يا أخوي ما صار حاش زهايمر ما قام يتذكر قبل 5 دقائق شنو اللي صاير، بس ربع يحبونه يخلونه. يا جماعة أنا بعرف شنو اللي قاعد تتكلمون عنه، هذا كلام أنتوا قلتوه بالسابق مو إحنا اللي قايلينه، انتم قلتوه. ثم عدم الاستشهاد بالعم احمد السعدون، لا يا حبيبي انا استشهد عليك ببضاعتك، هذا هو اصول الاستشهاد، بضاعتك هذا انت اللي عندك رموزك ما هم رموزي، فاذا تستشهد استشهد فيهم بس مو بكل القضايا اللي انا اريدها. انا اعاكس كلامك، انا ما قاعد اجيب احمد السعدون عشان يؤكد لي نظريه، انا قاعد اقول نظريتكم هذه ردت اليكم. وبالتالي اخ الرئيس شو عندنا وقت اخ الرئيس
لو كانت الموائمة السياسية يجوز أن تكون حائل دون تطبيق القانون وتطبيق أحكام المحكمة، لكان خالد المسعود، عبد المحسن الخرافي، محمد عبد المحسن الخرافي الله يرحمه الميت فيهم والحي أو يبقي يطول عمر الحي، وعبد العزيز الصقر، وعبد الرزاق الخالد، محمد العساني، راشد الفرحان، علي العمر، هذيل الإخوان من بنى الدستور وكانوا من الآباء المؤسسين ولا حد يقدر يتكلم عنهم. تعرفون شنو صار فيهم؟ بال67 اعترضوا على الانتخابات الظاهرة في التصويت، في تصويت الانتخابات العامة، فقاموا بمقاطعة الجلسات. منو؟ المؤسسين للدستور اللي احنا قاعد نتكلم عنه، قاطعوا الجلسات. هل قالوا هذيل غير وهذا موقف سياسي؟ يا عمي هذا ما أتى بجريمة، هذا لم يرتكب فعل ولم يحكم بسنتين وأكثر. تفضل دقيقتين. اللي حصل معاهم انهم تغيبوا عن الجلسات مقاطعين لها لإبداء موقف سياسي، طبقت عليهم اللائحة وهم آباء مؤسسين. مع كامل احترامي، مع كامل احترامي للأعضاء اللي احنا نتكلم عنهم، لا يصلون إلى قامات ولا هامات هؤلاء، هذا تاريخ، وطبق عليهم القانون. أنا آسف الدكتور وليد الطبطبائي، الدكتور جمعان الحربش، مع كامل احترامي ما هم أحسن من هذه الأسماء ولا أجل قدرا. لذلك بما أن باقي دقيقة وأنا والله عندي كلام كثير ولا أريد أن أدخل في الكلام الخاص في القانون، لكن أريد أن أنهي يعني بشيء مضحك مبكي. أخ الرئيس، من كان بالأمس في نظر النائبين قبيض منبطح، من كان منبطح وقبيض في ذاك الوقت، واللي يمكن على أساسه قامت كل هاللوية، واللي اجتاح الكويت من مظاهرات وقصة للقضاء على القبيضة والفاسدين، الآن هؤلاء كل اللي صار عليهم نفس الأشخاص اللي قامت قيامة الأخوة المعارضين عليهم، الآن يطلعون لهم بيانات الشكر وبيانات الاحتفاء والاحتفال لأنهم أبقوا على عضويتهم. يا جماعة حد يفهمني، يا أنا مينون، يا هالحكي هذا حكي ناس ميانين. هم نفسهم اللي قمتوا عليهم واقتحمتوا مجلس الأمة صاروا أبطال في عينكم. يا جماعة هذا شلون تصير؟ هذا من المضحك المبكي، آيرونيك، شيء غريب. يعني سبحان الله تصريفات الأقدار. من كل الخمسين نائب، النائبين اللي يعني استروا عليهم وطلعوا شكراً، شكراً أحمد الفضل، شكراً. ما أقدر أسمح لي. الكلمة الآن للأخ النائب خالد الشطي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. باختصار، اليوم إحنا في سابقة تاريخية إن البعض من أعضاء المجلس يرغب في تعليق بعض أحكام الدستور، مع الأسف الشديد إن اللي كنا نخاف منه من الحكومة من السلطة بأن تعلق أحكام الدستور، اليوم البعض يسعى في هذا الاتجاه ويريد أن يعطل مواد دستورية تحت عنوان حالة استثنائية. هذه الحالة الاستثنائية سوف تسمح أيضاً في أي يوم من الأيام أن تطرح حالات استثنائية أخرى لتعليق الدستور. لذلك حماية للديمقراطية وحماية للمؤسسة التشريعية، أرجو بأن لا يتم تعطيل أي مادة أو أي حكم من أحكام الدستور. قولوا أي شيء، قولوا بأن المزاج بهالطريقة، الاصطفاف السياسي، التعامل الاجتماعي، ولكن التدليس بأن الدستور يقول كذي، القانون يمشي في هذا الاتجاه، أنا أعتقد بأن هذا مصادرة على المطلوب. البعض يناقش القضية، أنتوا قضاة على القضية
لا، واحد يقول القصد الجنائي، يشوف ان القصد الجنائي متوفر او غير متوفر. اللي كانوا يدعون بان يحترمون الاحكام القضائيه اليوم قاعد يدوسون في بطن حكم محكمه التمييز بحكم نهائي وبات. اللي كان في يوم من الايام يدعي بانه يدافع عن الدستور وشعاره الا الدستور، اليوم ايضا قاعد يدوس في بطن الدستور وفي احكام الدستور. التاريخ قاعد يسجل بان من قاعد يمس الاحكام القضائيه النهائيه والباته وامام الجمهور وامام الاعلام، ومن قاعد يمس الدستور الكويتي اليوم مع الاسف الشديد بهذا الوضوح. الماده 82 من الدستور واضحه، الماده الثانيه من اللائحه الداخليه واضحه، ان تتوافر في شروط الناخب وفقا للانتخاب ان لا يكون محكوما عليه بعقوبه جنايه او جريمه مخله بالشرف او الامانه الى ان يرد اليه اعتباره. هذه الماده الثانيه. لما نتكلم نقول لا، احنا قاعد نتكلم على الماده 16 بان لازم يصير تصويت، يصوت على الماده 16 مو مشكله، ولكن الماده 16 تقول لك بان النقاش على جريمه مخله بالشرف او الامانه. هذه الجريمه المخله بالشرف والامانه اذا تذكرون في دور الانعقاد الاول صار فيها خلاف، الان صار فيها خلاف بالمجلس وما قدرنا نحسم هذا الموضوع لان ما كان في تحديد للجرائم اللي تمس الشرف والامانه. لذلك الماده 16 المقصود فيها هذا، بان اذا كانت جنحه تمس الشرف والامانه تسقط العضويه او لا تسقط. هني اللي يصير في تصويت في الماده 16. ولكن لما تجي تقول ان جنايه والحكم فيها اكثر من 3 سنوات ولو بيوم واحد، فهذا الموضوع لا يخضع لمثل هذه المسائل. الاستشهاد فقط للأمانة التاريخية، الاستشهاد برأي المرحوم دكتور عثمان عبد الملك، والاستشهاد برأي الدكتور عادل الطبطبائي، والاستشهاد في محضر جلسة 30 مارس 63، كل الاستشهادات لم تكن في محلها، بل استشهادات غير صحيحة واستشهادات تصب فيما يتم طرحه الآن في كلمتي وفي رأي المكتب الفني للجنة التشريعية. اليوم احنا يا جماعة في القاعة، اليوم من الصبح احنا بالقاعة بأمن وأمان ولله الحمد في ظل هذه الظروف الإقليمية الملتهبة. اليوم احنا من الصبح موجودين في المجلس بكل أمن وأمان بعد الله سبحانه وتعالى وبعد فضل الله سبحانه. تفضل دقيقتين. الفضل أيضا يعود إلى حرس المجلس، لأن حرس المجلس تابعين الحرس الوطني وهم اللي قاعد يحرسوننا. اليوم احنا قاعد نصوت بالمرفقات اللي وصلتكم، قاعد نصوت في شأن جناية مرتبطة في حكم قضائي من محكمة التمييز المحكومين عليهم في مقاومة موظفين عموميين حرس مجلس الأمة من منتسبي الحرس الوطني بالقوة والعنف، وأحداث إصابة البعض منهم ودخول عقار في حيازة الدولة مبنى مجلس الأمة بقصد ارتكاب جريمة فيه، والإتلاف العمدي بقصد الإساءة، والاشتراك في تجمهر في مكان عام، والتظاهر بالطريق العام. هذه جناية حكم فيها بالحبس بعقوبة جناية. أنا أعتقد بأن الأمور القانونية والدستورية واضحة، رأي الدكتور الفيلي، رأي المستشار الدكتور عبد الفتاح حسن، رأي المكتب الفني، كل المستشارين القانونيين يقولون بأن الرأي واضح بأن العضوية يجب أن تسقط. ولكن أقول في النهاية للشعب الكويتي بكل صراحة
وأسجلها للتاريخ. مع الأسف الشديد هناك صفقة تحت الطاولة، ولكن الموعد أمام المحكمة الدستورية وأمام المحكمة الإدارية التي سوف تلزم الحكومة بالنص الصريح بضرورة إسقاط العضوية لافتقادهم شرط من شروط الناخب التي يجب أن تتوفر في المرشح، والحمد لله رب العالمين. شكراً أخ خالد، بس توضيح، أنا ما أحجر عليك أي رأي، حرس المجلس يتبع رئيس المجلس ويأتمر بأمره. كلامك صحيح، في السابق كان الحرس الوطني هم يقومون بهذه المهمة قبل أن نبدأ بال... لا بس توضيح، هو مو أي وقت وقت الحادثة كان في من الحرس الوطني صحيح، وفي من حرس المجلس، لكن للتوضيح أن حرس المجلس يتبع رئيس المجلس ويأتمر بأمره، وكلهم أخوة وأخوات أعتز وافتخر فيهم حقيقة فردا، ومناسبة لأشكرهم على التنظيم اليوم صراحة. الكلمة الآن للأخ العضو خالد العتيبي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني أنا أشوف الأخوان للأسف كل واحد قاعد يبدي رأيه القانوني، ووجودنا اليوم مو لأجل إبداء الآراء القانونية، الرأي القانوني حكمت فيه المحكمة وخلص، وحكم يحترم ونافذ وإن كنا لنا ملاحظات عليه. والمادة 16 من اللائحة ما جت عبط ولا بالغلط انحطت، هذه المادة وجدت حتى تجعل لنا فسحة ورأي في بعض القضايا، وكان يخص قضايا من نفس هذه القضية اللي اليوم مطروحة أمامنا. اليوم المطلوب منا رأي سياسي، وليس بالضرورة يا أخوان أن يتفق الرأي السياسي مع الرأي القانوني. هذه القضية لها أبعاد سياسية والكل يعرفها، ما نبي نعيد نفس الكلام اللي قلناه في كل مرة. كان الهدف منها هدف إصلاحي أدى إلى دخول هؤلاء الرجال إلى مجلس الأمة وطلعوا، جاء الحكم القضائي وخلص. اليوم حنا مطلوب منا حسب هذه المادة أن نصوت على إسقاط عضوية أخواننا أو إبقاء عضويتهم. ما هو مطلوب منا إبداء الرأي والدكتور الفلاني الدكتور القانوني قال الكلام هذا والثاني قال الرأي المغاير، مو هذا دورنا. دورنا اليوم نتكلم عن رأينا السياسي في هذه القضية. أخواننا اثنين يشهد لهم وتشهد لهم هذه القاعة بصدقنا وياهم، وكان الهدف من دخول المجلس هدف إصلاحي، والنية كانت نية إصلاحية في وقت للأسف كان المجلس مختطف وأدى الاحتقان السياسي إلى هذه القضية، إلى دخول المجلس وإبداء رأي، والحمد لله تغير المشهد بعد هذه القضية بالذات. أستغرب من بعض الأخوان اللي يضرب مثال ويقول رأي العم أحمد السعدون ورأي الأخ جمعان الحربش كان معارض، وليد الطبطبائي كان معارض لقضية الأخ خلف دميثير. أنا أقول لك هذا يبقى رأي شخصي لهم، لا يمكن أن أبني عليه قناعة أو أبني عليه رأي. أنا أتحدث عن قانون أعطاني المجال وأعطاني الحق بأن أتكلم اليوم وأصوت على إبقاء عضويتهم أو عدم إبقائها. يفترض للأسف لا زال في الأنفس ما فيها، أنا أتمنى من الأخوان أن نسمو بأخلاقنا وننهي خلافاتنا ونطوي هذه الصفحة اليوم، نطويها من التصويت. ما حد قال لكم اليوم تكلم عن رأيك القانوني، نبي رأيك السياسي. لا أحد يشك في نواياهم الإصلاحية، ما حد يشك، لا تلوثت سمعتهم ولا كانوا يوم من الأيام قبيضة ولا ارتشوا، كان هدفهم إصلاحي والكل يعرف،
والله أعلم أن قناعتكم، وفي داخل كل واحد فيكم يعرف أن كانت نيتهم وهدفهم هدف إصلاحي. لذلك لا نشرق ونغرب، خلونا نسمو يا أخي، خلونا نطوي هالصفحة. انتهينا من كم سنة، الحين صارنا وحنا نعيد نفس القضية. اليوم مطلوب منا الموقف السياسي يا أخوان، موقف سياسي في هذه القضية السياسية. يجب أن نقول كلمتنا اليوم حتى نقفل هذا الباب ونوقف. البعض يتكلم عن قصد جنائي في دخول الإخوان إلى مجلس الأمة. القصد ما كان جنائي أبداً ولا كان مخطط له. في ذيك الليلة ما كانوا مخططين أنهم يدخلون المجلس، لكن ظروف القضية وأحداثها أجبرتهم على الدخول. ومثل ما قالوا الإخوان، القضية أصلاً أتت على اعتداء على رجال الأمن، وكانت شهادة القادة الميدانيين في هذه القضية أن ما فيه وتطلب تفضل تمديد دقيقتين. حسب ما طلبتهم المحكمة القادة الميدانيين في هذه القضية كلهم شهدوا أن لم يكن هناك اعتداء على أي رجل أمن. لذلك هذا يعني يؤكد كلامنا أن هدفهم لم يكن هدف تخريبي ولم يكن هدف جنائي، بل كان هدفهم إصلاحي بحت. وأعيد وأكرر يا أخوان، رأيكم اليوم رأي سياسي، يجب أن تبنوه عن رأيكم السياسي، وهذا ما كفله القانون لكم في المادة 16 وعطاكم الصلاحية بالتصويت. شكراً الأخ رئيس. شكراً الأخ النائب الفاضل خالد العتيبي. الكلمة الآن الأخت صفاء الهاشم. تفضلي أخت صفاء. شكراً الأخ الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا لاحظت اليوم أن القانونيين يتكلمون بالعاطفة، ناوية أسمع الرأي القانوني عشان يثقفوني. أنا ماني محامي ولاني قانوني. لقيت ورود تتناثر، ولقيت نعومة، وكانوا السبب في هذه القوانين. وبعدين ذكروا على لسان دكتور عادل طبطبائي، دكتور عادل طبطبائي توه مصرح قال لم أجتمع أو ألتقي باللجنة التشريعية البرلمانية ورأيي واضح، العضوية تعتبر ساقطة وبدون تصويت. انزين، ندخل على كلامي. أخ الرئيس، أنا بانتباه الكل قاعد، ماني قادرة، متشتتة من الأصوات. رجاءً الوقت الأخ رئيس، ثبتي الوقت لو سمحت. يا الوقت، عيد الوقت أخ رئيس أرجوك، عيد لها الوقت. حلوة كلمة صاحب السمو اليوم في خطابة لنا، برد قلبي صاحب السمو اليوم لما بتكلم، قال لن أسمح لمن يعيق الإنجاز، قال لن أسمح بالفوضى. سماه أربعة أسود دوده في أهل الكويت. أنا ما راح أتكلم الأخ الرئيس وأقول لك المادة 28 والمادة 82 والمادة تركتها للقانونيين اللي تكلموا بالعواطف. أنا أتكلم الأخ الرئيس عن الرعب اللي سوته حفنة في اقتحام مجلس أمة، وهم نواب. صدر حكم من سلطة قضائية وصاحب السمو وهو رئيس السلطات الثلاث، حكم نهائي بات. خافوا، انحاشوا، وتركوا الشباب في السجن. جايين الحين الكل يدافع ويقول لا حرام خلوهم، احنا معاك يا صاحب السمو، ولن نسمح لهم، لن نسمح لمن اقتحم، لم نسمح لمن هجم وكسر وبهذل وراح برج التحرير وطلع بشوارع ولبس لي برتقالي وقفت
يومها أنا وتصديت لهم، تلقيت أقذع الشتائم، ويا اليوم اللي هم يلاقون نفسهم في هذا الموقف عقب الرعب اللي سووه في أهل الكويت، إهانات مستمرة في الساحات والشوارع والتهديد من صباح السالم إلى سلوى. نسينا ولا نذكركم؟ لما تيون اليوم وتقولون لا ما نبي تسقط العضوية، ليش تحتمون بالساتر؟ وين الرجولة والشهامة؟ وين القوة؟ أي وواجه وادخل سجن، مو سجن للرجال ولا لا؟ تلقيتوا محاكمة عادلة قالها صاحب السمو في خطاب اليوم، وياكم هذا الخبر. لما يصدر حكم نهائي قالها الحكيم وكبيرنا اليوم، ما قيمة القوانين وأحكام المحاكم إذا تم تجاوزها الأخ رئيس؟ أي رسالة يوصلونها للأجيال القادمة؟ أي رسالة يا أخوان توصلونها للأجيال القادمة لما تصبحون لمن كسر وهدم وصدر عليه حكم ما يحترم حكم قضاء؟ باكر يجيكم أي شاب يقول أقتل، أسوي جناية، أطق، أبوق وبس بصير نائب، ويتم حمايتي من طائفتي، من قبيلتي، من ربعي. نفس الشيء قاعد يتكرر، لكني أنا متأكدة إذا ما كانت بيعاز من حكومة اليوم كانها توصل رسالة بالمستقبل وتقول شوفوا هذا مجلسكم وهو اللي وافق، من تكفوا ديمقراطية يا شعب. أنا اللي بسألكم، أنتم متأكدينكم جيتوا بديمقراطية وجيتوا بأصوات شعب؟ أنا اللي بسألكم، متأكدينكم أقسمتوا على دستور كلنا محترمينه ونقدره ونجله؟ أنا اللي أسألكم، الدستور اللي أنتوا تقسمون عليه يحمل كل معاني الدولة المدنية الصح بسلطاتها، بسلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، مجرد صدور هذا الحكم أصبح نهائي وبات وفي عقوبة؟ أي رسالة؟ أكرر، وإحنا نتكلم عن خلق أجيال جديدة بتوصلونها إذا بتسمحون لعفو ولا يوني مارسون صلاحياتهم؟ عيال باكر عيال، إيش حق نسوي قوانين؟ وإيش حق نقول نطبق؟ وإيش حق نقول كل واحد سوى جريمة أو سوى قلطة والله لازم ما يتعاقب؟ لأن بييله عفو باكر أو بييله باكر استثناء من ربعه، قرار سياسي، القرار السياسي اللي قاله الزميل مساعة وراي سياسي إذا كان من ضمن إطار دستور، ولا تنتشر الفوضى. قاعد تعطون يا أخوان، تعطون الحكومة الفرصة إن تقول لكم أوكي أنتوا سويتوا الحين سابقة، وهذه الممارسة راح تشوفونها بالمستقبل، من تكفوا ديمقراطية بيقولون وبتصير. إحنا نرسم للأجيال القادمة، ما نرسم لأصدقاء وربع ديوانية ولا معانا في تيار سياسي. يقول الأخ جمعان الحربش في تغريدة له: وقفوا معانا وإلا سينقطع المعروف بين الناس. يا أختي والله. تفضلي دقيقتين. لما صاحب السمو طلب منكم تهدئة وقتها والمسيرات وإهانة رئيس وزراء في ذاك الوقت، لا حشمتوا سنة ولا حشمتوا أنه هو من أسرة حاكمة نحبها ونجلها ونحترمها، ما حشمتوا طلب صاحب السمو وقال لكم أثناء عقد مؤتمر القمة أشوف انقطع المعروف وقتها. تبون المعروف الحين؟ لما النائب وليد طبطبائي يفصح عقاله وهو ترك العرق بطريقة ارحل يقولها كأن أصغر عياله الشيخ ناصر محمد، ولا حشم، لا ما أغفر له. أنا أتكلم عن صوت مواطنين ما وصل لكم إلى اليوم، مو على كيفكم. في قانون ولا ما له داعي قعدتنا في هذه القاعة؟ ما له داعي نشرع؟ ما له داعي نطلع قوانين إذا بتعفون عن ربوعكم؟ في يوم من الأيام حكومة ضدتني الأخ رئيس، اشطبتني على قضية أحوال شخصية في عيالي سقطت بالتقادم، كانوا راح يشطبوا صوصة مني امرأة سيئة سمعة لنهاية عمري وحتى يوم مماتي. هذيل اقتحموا كسروا وسبوا وأهانوا صاحب السمو،
أنا ما أقبلها ولا يقبلها اللي معاي ولا الكويتيين ولا حريم الكويت، ما حد يقبلها ولا نغفر ولا نسامح إلا لما يدخلون سجن ويأخذون عقوبتهم. عيب اللي يصير. شكراً الأخ رئيس. شكراً الأخ صفاء. الكلمة الآن للأخ النائب سعدون حماد العتيبي، تفضل أخ سعدون. شكراً الأخ رئيس. الأخ الرئيس، بالنسبة لتغرير اللجنة التشريعية بشأن عضوية النائبين وليد طبطبائي وجمعان الحربش، الخبيرين الدستوريين الذين استعانت بهم اللجنة عبد الفتاح حسن والدكتور محمد الفيلي اتفقوا على وجوب التصويت على إسقاط عضوية النائبين. المكتب الفني للجنة التشريعية قرر أن عضوية الحربش والطبطبائي تعتبر ساقطة. عندما اطلعت الأخ الرئيس على التقرير لم أشاهد أي رأي قانوني يقول عدم إسقاط عضوية النائبين، ما في أي رأي قانوني في التقرير. إذن على ماذا استندت اللجنة عندما صوتوا بالأغلبية على عدم إسقاط عضوية وليد وجمعان؟ أتمنى أن الرئيس أو المقرر يقول لنا. المقارنة الأخ الرئيس بين قضية خلف دميثير وقضية الحربش والطبطبائي. خلف حكمة كان امتناع عن النطق، وجمعان وليد حبس 3 سنوات و6 أشهر. لو رجعنا لرأي الخبراء الدستوريين في قضية الزميل خلف دميثير كان رأيهم عدم إسقاط عضوية خلف دميثير، ومثبت هذا الرأي في تقرير اللجنة التشريعية بشأن عضوية خلف، وهذا رأي الخبير الدستوري عبد الفتاح حسن والمستشار محمد البحر. لأن لما صوتنا ذاك الوقت على عدم إسقاط العضوية لأن كان في رأي للخبراء الدستوريين وكذلك بالنسبة للجنة، لكن حتى المساء لما تكلموا قال الحكومة صوت غير، لا الحكومة لما صوت كان في رأي في ذاك الوقت لكن ما كان في واحد من الحكومة يرد عليهم. لما صوتنا في ذاك الوقت كان في رأي الخبراء الدستوريين بعدم إسقاط العضوية، وكان سنتين وينتهي كذلك. أما قضية الحربش والطبطبائي الأخ رئيس، رأي الخبيرين الدستوريين عبد الفتاح حسن والدكتور محمد الفيلي ورأي المكتب الفني للجنة التشريعية وجوب التصويت على إسقاط عضويتهم. الأخ الرئيس، تم شطب الزميل خلف ميثير من جداول المرشحين بسبب نفس القضية وهي قضية كتاب بنك، ومحكمة التمييز أصدرت حكم نهائي بعودة الزميل خلف لكشوف المرشحين وأن الحكم الصادر ضده لا يمنعه من الترشح. إذن الخبراء الدستوريين والقضاء الكويتي أيد صحة موقفنا في ذلك الوقت من التصويت على عدم إسقاط عضوية خلف دميثير. الأخ الرئيس، انسبوا تصريح أو رأي غير صحيح للمستشار الدكتور عادل طبطبائي. الآن تو صرح لجريدة الجريدة، صرح المستشار عادل طبطبائي أنه لم يجتمع أو يلتقي باللجنة التشريعية البرلمانية، وأن رأيه واضح أن العضوية تعتبر ساقطة بدون تصويت. هذا تو مصرح الآن عادل الطبطبائي، قالوا زور بهتان رأي انسبوه له ومو صحيح. المفروض يمتلكون الجرعة ويعتذرون لعادل الطبطبائي. تو مصرح حاليا، تو صرح الآن الجريدة عادل الطبطبائي يقول أن العضوية ساقطة. ربعك اللي تكلموا عنه حاليا. الأخ رئيس، مسألة البعض أن القضية قضية دخول المجلس كانت بحس النية لتوصيل رسالة. اليوم نحن لا نناقش نوايا، أمامنا حكم قضائي ودستور ولائحة نتعامل معها، والقضاء لا ينظر للنوايا إنما للفعل. الأخ الرئيس، كذلك الخبير الدستوري الفيلي له تصريح اليوم في جلسة الرأي يقول بقاء عضوية الطبطبائي والحربش يفتح الطعن بالمادة 16 أمام أي مواطن. أكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي أن لأي ناخب الحق في اللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن في دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة في حال صوت المجلس على عدم إسقاط عضوية النائبين وليد طبطبائي وجمعان الحربش، وذلك لتعارضهما مع مبدأ فصل السلطات. قاعد يقول الآن حالياً أنه أنت يا مجلس الأمة إذا ما أنصفت القضاء كذلك بإمكان أي مواطن يلجأ المحكمة الدستورية ويبطل العضوية. الأخ الرئيس، التصويت على إسقاط عضوية خلف دميثير في سنة 2011 والتصويت على إسقاط عضوية وليد وجمعان في سنة 2018، الفرق 7 سنوات، شنو التغيير؟ في 2011 كانوا كلهم مع إسقاط عضوية خلف، النواب 17 نائب بما فيهم طبعاً أحمد السعدون.
وكانوا رافضين اصلا التصويت، قالوا العضويه ساقطه. 17 طبعا من ضمنهم الان نواب حاليين علي الدغباسي ووليد طبطبائي وجمال الحربش ومرزوق الغانم، هذه من ضمن ال 17 موجودين معنا حاليا، بس كان لهم راي في 2011 ان العضويه تخلف ساقطه والمفروض ما يصوتون. شو اللي تغير حاليا؟ لا عدلنا في الدستور ولا عدلنا في اللائحه ولا عدلنا في القانون، فشو اللي تغير؟ يعني حتى كلام احمد السعدون كان واضح. تفضل دقيقتين. خمس دقائق عطني، المجلس وافق، عطني خمس دقائق رئيس. دقيقتين. خمس دقائق خذ. لا يضيع الوقت. خذ راي المجلس. ما اقدر والله. راي المجلس رئيس. يا سعدون لا تضيع وقت. اخذ راي المجلس. ما اقدر اخذ راي، لانه اخذت قرار مجلس. لا الاخ رئيس. وقت، عيد للوقت. الوقت الوقت. احمد السعدون في المضبطه جزئيته، فلذلك فالعضويه ساقطه ما تحتاج الى تصويت ساقطه، هذا احمد السعدون. نجي الان اخ رئيس الراي الفني. في تغيير اللجنة التشريعية، الرأي الفني: تدارس المكتب الفني موضوع إسقاط العضوية بصورة عامة والأحكام المنظمة له في الدستور وقانون الانتخاب واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وفي ضوء الآراء الدستورية المقدمة يرى المكتب الفني أن عضوية السيدين وليد طبطبائي وجمال الحربش تعتبر ساقطة بصدور الحكم الجزائي بمعاقبتهما بالحبس لمدة 3 سنوات و6 أشهر، أي بعقوبة جناية، الأمر الذي يعني أن يكون قرار المجلس بإسقاط العضوية عنهما كاشفاً لسقوطها بعد صدور الحكم سالف الذكر. الأخ الرئيس، جمعان الحربش وليد طبطبائي مطلعين بيان في 2011 نفسهم قاعد يقولون أن عضوية خلف ساقطة، هم نفسهم الآن، شوفوا التاريخ يعيد نفسه. فهذا رأيهم بالنسبة لجمعان. شو يقول؟ وإلزام بالأحكام القضائية النهائية، فإن أي محاولة للالتفاف على أحكام الدستور والقانون وعلى الأحكام القضائية النهائية وذلك بالتصويت على اسقاط العضويه بالاغلبيه اعضاء مجلس الامه هو اجراء باطل وخطير وامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب النفاذ، وهو ما نرفضه جمله وتفصيلا، ونرفض المشاركه في اجراءاته بما في ذلك المشاركه في التصويت. هذا راي طبعا جمعان ووليد. وختاما، فانه ليس امام المجلس الا احترام احكام الدستور والقانون والاحكام القضائيه النهائيه والاعلان بقرار منه سقوط عضويه السيد خلف مثير عجاج العنزي تمهيدا للدعوه للانتخابات التكميليه. هم قاعد يقولون عضويته ساقطه، فالان التاريخ يعيد نفسه، الان خلف امتناع، هم السجن 3 سنوات و6 أشهر، فالعضويه ساقطه. الاخ الرئيس، العضويه ساقطه ساقطه كما قال الخبراء الدستوريين. لذلك الاخ الرئيس عطني تمديد، عطني تمديد الرئيس، عطني تمديد شويه الاخ الرئيس. شكرا اخ سعدون، شكرا. نتكلم الان للاخ الدكتور عبد الكريم الكندري، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. دخولا مباشره في الراي القانوني، بما ان البعض الوقت تكلم من الناحيه العاطفيه، ومنهم من انتقد في الجلسه وقال ما سمعت كلام قانوني، وكل الكلام اللي قاله عاطفي. المهم راح ندخل مباشره، نبي نتكلم الحين دستور. أولاً من المسلمات اللي الكل لابد إنه يعرفها إن إحنا مو في حالة جديدة، هذه الحالة نوقشت بالسابق في 2011. بما معنى كل اللي قاعد تقولونه يا جماعة ناقشوه الناس وأنتوا حطيتوه اليوم على التلفزيون، اللي قال رأي الصرعاوي واللي قال رأي أحمد السعدون وغيره من الآراء، فبالتالي كل الكلام اللي قاعد نقوله مو كلام جديد، وهذا الكلام حسم بعد التصويت على إبقاء عضوية نائب في ذاك الوقت. بما معنى أعملت المادة 16، خلاص المادة 16 باللائحة شغالة، اللي ما كان عاجبه المادة كان عنده متسع من 2011 ل 2018 إنه يعدلها إذا كان يرى بأن هذه المادة غير دستورية وتخالف المادة 82 من الدستور. ولكن مع ذلك حتى من اعترض في ذاك الوقت وهم من المخضرمين ومن ابدى راي وقال لك ان تسقط العضويه ما قدم تعديل، لانه احتكم للتصويت، لانهم مؤمنين بان القرار يجب ان يكون قرار مجلس، لانهم مؤمنين بمبدا فصل السلطات، لانهم مؤمنين انه ما يصير كل ما احنا شفنا مشكله رحنا احتكمنا وتنازلنا الى سلطه اخرى. لذلك من 2011 ومنهم نواب موجودين الحين وراح يطلعون ويقول لك الماده 2000 او ماده 16 مو دستوريه، ليش ما عدلتها؟ ليش ما عدلتها؟ النص اليوم ما زال موجود،
لذلك يطبق. ولذلك هذا النص موجود أنا حاطه لكم ومقسمه كأني قاعد أشرح محاضرة يا جماعة. نص دستوري واضح ولائحة تتكلم بشكل مفصل. أول شيء يقول لك لابد أن اللجنة التشريعية تبحث. يا جماعة إذا العضوية ساقطة إيش حاجة تبحث اللجنة التشريعية؟ واحد اثنين، إذا كانت العضوية ساقطة ليش تستدعيهم؟ ليش تستدعي من صدر في حقه حكم؟ ليش تستدعيه؟ خلاص طاحت عضويتك يا رجل. وأكثر من ذلك تنبه المؤسسون باللائحة إن في نقطة إذا أمكن أني أنا أستدعيهم. ليش إذا أمكن؟ لأن ممكن في بعض الأحيان أني أنا ما أقدر أستدعيهم، مثل الحالة اللي موجودة اليوم. وكأن من أسس اللائحة استشرق المستقبل إن ممكن في يوم الأيام تصير حادثة قدامي وما يقدرون يحضرون. زيادة على ذلك ثلاثة، يجب أن تقوم اللجنة التشريعية أن تقدم تقرير. يا جماعة إذا أنتوا مقتنعين بالكلام اللي قاعد تقولونه بأن لابد أن تسقط العضوية ليش قدمون تقرير؟ خمسة، يصدر المجلس قرار معلش مع احترامي اللي قاعد يفسر، هذا قرار والقرار يا بصفة عامة قرار معناته لابد أن يكون لابد أن يكون مكتمل الأركان، بما معناه جلسة صحيحة، نصاب، تصويت، موافقة، عدم موافقة، امتناع. فبالتالي احنا أمام تصويت، خلصنا، ما في مجال لأن أحد يقول لا 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 لازم ما نصوت غيره. ستة، من حق المجلس أن يجعل التصويت سري، بما معناه أنه في تصويت مو قصب تطيح العضوية. لذلك حتى عبد الفتاح حسن اللي أنتم قاعدين تستشهدون فيه وأنا كل احترام، فرق ما بين مصطلح إسقاط العضوية وسقوط العضوية. سقوط العضوية بالوفاة ونظمته اللائحة في المادة رقم 18. كان بالإمكان إذا أنتم قاعد تكلمون عن المخضرمين يا جماعة وأنهم هم صاغوا الدستور، ترى الناس عارفة إيش كاتبة، كان بالإمكان أن يطلع نص ونشيل المادة 16 وما نحطها باللائحة ونقول يعلن رئيس مجلس الأمة خلو المقعد مباشرة بدون تصويت، ولكن مع ذلك حط مادة مفصلة بهالطريقة ما يصير أنا قطها بحر. وفي نقطة مهمة لابد أن احنا ما ننساها يا جماعة، في مجلس الأمة نحن سلطة نحكم ونصدر قرار سياسي، استجواب الوزير وطرح الثقة فيه حكم سياسي. لمن تطلب تشكيل لجنة تحقيق، تحقيق سياسي. إذا كذي إذا أنتم قاعد تكلمون إن إحنا ما لنا حق إن إحنا نبدي رأي سياسي، حتى استجواب ما يصير، روح قدم عليه بلاغ بالداخلية. ما يصير شكل لجنة تحقيق، روح قدم بلاغ عند النيابة تحقق. القضاء قال كلمته في قضية دخول المجلس، ولا نقدس أحكام القضاء، لأن ببساطة فلسفة القضاء مبني على عدم التقديس. لما يقول لك حكم درجة أولى ونطع، تفضل دكتور. ثقافة القضاء مبنية على أن القضاء غير مقدس. لما أنا أقول لك حكم درجة أولى أقدر أطعن عليه لأنه ممكن حكم درجة أولى غلط. لما أنا أقول حكم استئناف أقدر أميزه لأنه حكم الاستئناف غلط. ولأني أنا وفي بعض النواب موجودين اليوم وقاعدين يصارخون بأن إحنا قاعد ندوس بطن الدستور، قدمنا قانون اسمه قانون إعادة التماس النظر، أي بجواز النظر في القضايا التي صدر فيها حكم نهائي إذا وجد خطأ. لذلك إحنا اليوم نناقش موضوع، نعم موضوع، حالة بحالة. لا يجوز لنا تسطيح الموضوع واحنا نتكلم عن نص دستوري بهذا الثقل، انه يطلع نائب يقول باكر اذا تاجر مخدرات ونائب وصادوه ما طيحون عضويته، لا راح نناقشه ونطيح عضويته باكر. ولا اللي قال هذول من ربعكم ولا من ربعنا، مو يا جماعه ربعنا وربعكم هذا اساسا انتم قاعد تتعاملون فيه في كل جلسه، في جلسه مجلس الامه اثناء النظر رفع الحصانه. رفع الحصانة، من اللي يقدر وجود كيدية من عدمه؟ مو الموضوع منظور بالقضاء، انتوا يا سادة من تتكلمون بالموضوع وتقولون لا 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 فلان رافع عليه قضية لأنها كيدية عشان يمنع من ممارسة عمل البرلماني. نناقش الموضوع، حكمت المحكمة وانتهت فيما يتعلق بالأدلة اللي هي شافتها، ونعلم تماما بأن القضاء لا يأخذ في الباعث، هنا نأخذ في الباعث.
الفساد بباعث الفساد قد ما تشكلها جريمة ولكن قد تشكل مشكلة سياسية بباعثها، ونفس الشيء فيما يتعلق في إسقاط العضوية. النواب قالوا أمثال جيدة ما راح أزيد عليها، إذا سحبت جنسيتي وجيت وقلت خلنا صوت على عبد الكريم ونطلعه صار مو كويتي، لا لازم تناقشون اسحبوها بشرط سياسي ولا والله لاقيني مزور، إذا مزور طيحوها، لكن إذا مو مزور تحافظون على النواب تحافظون على المجلس. شكرا دكتور. الكلمة الآن آخر المتحدثين الأخ عبد الله الرومي، تفضل الأخ أبو محمد. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صحبه أجمعين. الأخ الرئيس، الأخوة الأفاضل الأعضاء، اليوم من الصعب علي وأنا بهذا المجلس أن أتكلم في هذه القضية في موضوع أخوة أعزاء أفاضل زاملتم أكلهم كل التقدير والاحترام أمناء دافعهم نبيل وعمل سياسي في قضيتهم سواء هم أو الإخوان جميعا الشباب وزملائنا الأخوة الأفاضل، والله يحفظهم جميعا. لكن أيضا واجبنا هني وعملنا هني محكوم بقوانين والدستور. صحيح الحكم قاسي وما كنت أتمناه، وكنت أتوقع لهم البراءة، وكنت أتوقع لهم على الأقل للبعض منهم الامتناع عن نقطب العقاب، لكن أما وقد صدر الحكم فعلينا احترام هذا الحكم التزاما بالدستور والقوانين. اللي يحكمنا بعملنا هني دستور وقانون، والدستور والقانون لو رجعنا في المادة 82 في قانون الجزء في قانون الانتخاب في المادة 2 من قانون من اللائحة في المواد 50 من قانون الانتخاب اللي تكلم عن العضوية ساقطة، 68 من قانون الجزاء واللي تكلم عن كل حكم بعقوبة جنائية يستوجب حتما حرمان محكوم عليه من الحقوق الآتية: تولي الوظائف، الترشح للعضوية. والمادة 69 اللي تقول إذا كان المحكوم عليه كان في منصب فبالتالي عليه أن يترك هذا المنصب. هذه هي القوانين. وأيضا المادة 82 من الدستور واضحة كل وضوح حينما وضعت شروط العضوية وبتحيل على قانون الانتخاب. يبقى المادة 16 اللي اليوم تكلم فيها الإخوان كثير وكل بيعول عليها وكل يطرحها بشكل. المادة 16 صحيح تعطي الحق للجنة، الرئيس بحيل للجنة واللجنة تقدم تقريرها، وهني ما يوجد اللبس والالتباس. المادة 16 اللجنة ليس بالخيار وتملك السلطة الكاملة المطلقة بحيث أنها تكتب تقريرها مثل ما كتبت اليوم في حالة ما إذا صدر حكم جناية، ما تملك وفقا لقانون اللائحة نفسها المادة 16 وفقا للنقاش اللي صار دار فيها. لا يمكن للائحة أن تخالف المادة 82 من الدستور. هني فقد شرط من شروط العضوية، وبالتالي الحكم عضوية الإخوان أعزاء وفاضل ساقطة من يوم صدور حكم. لكن هني لابد من الإعلان، لابد من إعلان سقوط العضوية حتى في إجراءات. المادة 16 تفرق، يمكن نفرق بين حالات، حالة سحب الجنسية، حالة ما يعرف يقرأ ويكتب، حالة ما إذا كان سنه دخل الانتخابات وسنه أقل من 30، هني تملك يملك القرار للمجلس
هني لأنه مو بحكم، لكن مع حكم في جناية في حجر لا ما يملك. ولذلك لو رجعنا لمضبطة 30 مارس 63 أثناء نقاش المادة 16، عثمان خليل الله يرحمه، مو أنا، عثمان خليل واضع الدستور اللي نستشهد فيه، واضع أيضا قانون اللائحة. شو يقول؟ فليس اللجنة أن تعاقب على الحكم القضائي بعد ذلك، يعني اللجنة تعاقب، أعتقد لغة عربية، أن لا يمكن اللجنة أن تقول غير ما انتهى إليه الحكم. دقيقتين أبو حمد، دقيقتين تفضل. ويضمن حضرات الأعضاء أن المجلس لا يقرر الإسقاط إلا بعد صدور حكم قضائي. أخ رئيس، هني بالمجلس مثل ما قلت إنه محكومين باللائحة وبالدستور، وهني مع الأسف الشديد اليوم، وهذا مو هني عند الإخوان فقط، عند هيك الكويت يمكن كلهم، إنه والله نبي القانون ونبي الدستور متى ما تلائم مع مصلحتنا، وننفر من القانون والدستور متى ما تعارض عن مصلحتنا. لا، احترمهم واقدرهم على العين والراس وفاضل، لكن علينا تطبيق الدستور واحترام الدستور اللي اقسمنا عليه. لازم يكون مصدرتنا واحدة، هني واحدة، انا عدنان صفاء يوسف كلنا واحدة، ولازم نطبق علينا القانون هني اذا كنا حقيقة نبي ديمقراطية. اللي ديمقراطيتنا اليوم عبث فيها مو بهالقضية، بكثير من القضايا، يمكن الوقت ما يسع أن نتكلم فيه، وراح نتكلم فيه إن شاء الله ها في الجلسات الجاية، لكن علينا أن نحترم الدستور. هذا إذا كنا نستشعر فيها. أخوة أفاضل وبعد الأخ الرئيس، المشكلة إن لو كان الأمر يحيط فينا هني بهالقاعة أنا صوت مع عدم إسقاط العضوية، لكن الأمر متعلق في آخرين فيما بعد، كل قوانيننا اللي تصدر محل شبهة وطعن، وبالتالي تأثرون فيها الناس. واجبنا، واجب الحكومة حماية هذيلة، حماية قوانيننا وسلامة قوانيننا. هني المشكلة، هي مو فزعة ولا نخوة. شكرا لك عبد الله الرومي، مقرر اللجنة ورئيس اللجنة، رجاء أقل من 5 دقائق. 5 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم. لن أتكلم إلا بالقانون. أنتم تبون قانون، الأخت صفاء تكلمت بقانون، وأنتم تكلمون بالقانون، أنا ما راح أتكلم إلا بالقانون، وأنا دافع عن رأي اللجنة، لأن الرأي الأقلية تكلموا الأخ خالد والأخ أحمد نبيل عنهم وخذوا وقتهم فيه، لكن راح أدافع عن رأي اللجنة. بس أبدأ بكلمة الأخ عبد الله الرومي لما قال إن اللجنة غير مختصة بالنظر في هذا الأمر. هذا الأمر، أنت يا أخ عبد الله الرومي هني في المضبطة في 10 مايو 2011 عدم الموافقة على قرار اللجنة اللي كان هو إسقاط عضوية الأخ خلف، معناته لما تقول عدم موافقة معناته أنت ترى بأن اللجنة من حقها أن تنظر في الموضوع، لكن لم تعترض، المضبطة موجودة، لم تعترض بكلمة واحدة على الحق في مسألة النظر في هذا الأمر، إنما اعترضت على النتيجة، صوت وقبلت النتيجة. إذن في ذاك الوقت أنت كنت قبلت بنظر اللجنة التشريعية وقبلت بالتصويت، الآن أنت تقول اللجنة التشريعية لا تملك النظر في هذا الأمر. هذه المضبطة موجودة وصفحة 134 في 2011 10 مايو 2011. هذا نتكلم في النقطة هذه، مو كل الكلام اللي يقولونه حتى لو قلتوا هذول ربعكم ولا هذول ربعكم صحيح، مو صحيح، احنا ما نكيل بمكيالين. الكلام اللي قاله الأخ أحمد سعدون وأبو عبد العزيز خطأ فيما يتعلق بالمادة 50، هذه وجهة نظري القانونية. المادة 50 شو تقول؟ تقول لك من الدستور تسقط العضوية عن عضو مجلس الأمة إذا فقد أحد الشروط المشترطة في العضو أو تبين أنه فاقدها قبل الانتخاب ويعلن سقوط العضوية بقرار المجلس. أوكي، نصوص عامة، نصوص عامة هذه، ما هي هذه المادة اللي تحدد العضوية من سقوطها؟ لذلك الاحتجاج بهذه المسألة حتى لما احتج فيها الأخ أحمد سعدون كان خطأ، أنا أقول خطأ،
بس انا ما اقول هناك خطا واقول هني صح وارد على هذا وارد على هذا. انا ارد واقول الصح صح والخطا خطا. لذلك لما جت المواد جاء ايش عقبها؟ جت الماده 50 اللي انتم تكلمتوا عليها كثير، تسقط العضويه عن مجلس الامه. هذه جت وين الماده 50؟ جت في القانون رقم 35 على 62 في قانون الانتخاب. جت في اي باب؟ جت في باب الاحكام الوقتيه 62، ما كان في مجلس، كانت احكام وقتيه الماده 50 على 62. لذلك لما جاء قانون الانتخاب الماده 16 اللي نتكلم عنها هذه جت متى؟ 63 12 على 63. فاللاحق ينسخ السابق، وتكاد تكون الماده 16 من قانون اللائحه الداخليه نسخت الماده 50 اللي جاءت في احكام وقتيه وفي مجلس تأسيسي وفي ظروف وقتية. لذلك تبون قانون؟ هذا قانون. وأيضا كل الأخوان في القانون يعرفون أن النصوص المخصصة تقيد النصوص العامة. لذلك لما جاءت المادة 16 كانت خاصة، خاصة وحددت إسقاط العضو وحالاته وطريقة عرض الإسقاط، ويعرض على اللجنة واللجنة تصدر تقريرها ويعرض على المجلس والمجلس يصوت عليه. إذن هذا خاص، الخاص يقيد العام، هذه قاعدة معروفة. لذلك إحنا الحكم مالنا في المادة 16 في هذه المسألة. أيضا خلونا نرجع للائحة الداخلية في المادة 6 فيما يتعلق بالحصانة 21 و 22 23. الحصانة اللي هو لو ارتكب جريمة ما عضو مجلس أمة ارتكب جريمة وثابت عليه الجريمة، جاء المجلس قال لك ما رفع الحصانة، يلا روح ايش بتسوي؟ تقول لك لا دستور قانون قضاء، أنت القضاء؟ لا مو قضاء، يمشي رأي المجلس، يمشي رأي المجلس. هذا البداية الجريمة وليست أنت أصلاً، مش الحكم، أنت تحتاج الإجراءات. ليش تحتاج الإجراءات القضائية؟ لتحقيق العدالة، هذا أهم مبدأ. الإجراءات الجزائية أنك تقبض على الشخص وتحطه بالمحكمة وتحطه مثل الناس وتحاكمه، هذا مبدأ العدالة، هذا مبدأ العدالة. مجلس الأمة وعضو مجلس الأمة هني نقول لا إحنا المسؤولين، يلا أنت برا، ما في حصانة ولا ما في أحد يقدر يقبض عليه. إذا حققنا العدالة، إذا كنا نحقق العدالة فيما يتعلق بالحصانة، ما تكون عندنا الحق في تحقيق العدالة ونفرض رأينا في مسألة إسقاط العضوية؟ لا، من هذا الباب يحق للمجلس وهو سيد قراره في هذا الأمر أن يبسط رقابته على هذا الأمر بغض النظر عن الحكم. لذلك إحنا نقول إن المادة 16 كانت صريحة في هذا الأمر. وجود أيضا تبون سوابق المجلس لما نختلف في الأمر نبحث عن السوابق. إحنا لما نختلف في المحاكم نبحث عن السوابق القضائية، الآن إحنا نختلف في المجلس نبحث عن السوابق البرلمانية. إذن ليش السابقة هذه تسقطونها القديمة مالت الأخ خلف دميثير وتقولون لا غلط؟ نفس المنطق اللي أنتم تقولونه وتعيبون الناس الثانيين في. شكرا. ما دقيقة اختصر. بو بدر انت كم وقال لا اختم دقيقة، لا اخر كلام دقيقة. الاخ خلف الدميثير لما تكلموا عنه التهمة شنو؟ المادة 2 من قانون انتخاب قالت يحرم من الانتخاب كل من أدين بجريمة مخلة بالأمانة والشرف، نص صريح. قالوا لا، المستشارين الآن اللي هم يستندون عليهم ترى هم المستشارين اللي كتبوا ذاك التقرير، وقالوا لا والله ما هي عقوبة. ما هي عقوبة؟ عدم النطق بالعقاب ما هي عقوبة؟ أي حكم غير البراءة هو عقوبة، والمستشارين كانوا يقولون ما هي عقوبة، ناخذ برأيهم، ما أخذته. وذلك هذا ما ينطبق عليه اللي يقولون الآن، اللي يقولون بنطعن على المادة 16. الآن الأخ خالف الدميثير لو يصوت على المادة هذه مع الإسقاط ممكن أحد يطعنون عليه، لأن يقولون هذا قرار بالمادة 2. بالنسبة للدكتور عادل الطبطبائي هذا تصريح، هذا كتابه موجود تكلم عنه أسامة، طلع لي الصفحة الأولى. هذا كتابه موجود الأخ عادل الطبطبائي ورايه واضح في هذه المسألة، وطبعة 2011 وكان كلامه واضح في هذه المسألة ضد الإسقاط، وإحنا ما استدعينا أصلا ولا ذكرنا اسمه موجود هذا التقرير للأسف الوقت. شكرا. يعني ما شكرا شكرا. تفضل اخ عبد الله. كريس، وايضا شكرا للاخ الفاضل الحميدي اللي اتاح لي هذه الفرصه. ما
مو خمس دقائق حميدي طيب دقيقتين نعم دقيقتين برد عليه اعطيتك دقيقتين شيء برد عليه اعطيتك دقيقتين ما يصير الاخ الرئيس عشان هم معترضين على الدقيقتين يا ابو محمد شو معترض على كيفهم وين مجلس الديمقراطيه اذا كانوا وياي هو طلب ضغط نظام لان الاخ انا احتكم للمجلس كرة. تفضل للمجلس الاخ رئيس انا ارجع للمجلس معطينك الدقيقتين يا ابو محمد ايش فيك انت فاهم الموضوع غلط اخ رئيس ماشي تفضل. ماشي رد للوقت رد للوقت رد من اول رد للوقت رد للوقت الاخ حميدي انا ما قلت اللجنه ما تملك تملك وفقا الماده 16 تملك لكن تملك في حالات تقول رايها ولها حريه الراي في حالات سحب الجنسيه في حالات السين في حالات هذه الحالات لكن في حالات الحكم لا ما تملك ما تملك ليش ما تملك مو رايي هذا مو رايي هذا راي عثمان خليل فلا معقب للحكم بعد من الحكم بالله لما يكون واحد فاقد الاهليه انت بتقول له حي صاحي بالتالي ما تملك بعدين مع احترامي لك وتقدير المجلس مو سيد قراراته سيد قراراته لما ما يكون نص لائحه ولا دستور احنا هنا امام دستور الماده 82 من الدستور حاطه شروط للعضويه اليوم انا بسالك انا كلهم كل تقدير ولا هي فزعه ضدهم لا الفزعه للقانون والدستور اليوم تتوافر فيهم هذه الشروط ما توافرت تقول الماده 50 منسوخه يبقى الماده 68 و69 من قانون الجزاء شلون فيها العقوبات التبعيه حبيبي نتكلم قانون ما نتكلم غير قانون ولذلك وفقا للقانون العضويه ساقطه وفقا للدستور العضويه ساقطه وما تملك اللجنه ما تملك اللجنه نعم اقولها ما تملك في حاله ما اذا كان وجد حكم فبالتالي لا يمكن خلف انا مصوت مع اسقاط العضويه انا مصوت ارجع تبيها كاي موجود عندي خل ابو بدر طول بالك ابو بدر طول بالك يعني بغض النظر عن الاراء المختلفه عبد الله فهد فيصل حمد سيف جماعه بغض النظر عن كل الاراء المختلفه واللي لها وجاهتها انا اود ان اسجل نقطتين او حقيقتين اولا بكل فخر واعتزاز هذا النقاش لا يحدث إلا في الكويت وهذا مبعث فخر الحقيقة الثانية اللي أود أن أسجلها أنا كرئيس لي رأي لكني لم أستأثر برأيي ويشهد على ذلك أخواني أعضاء مكتب المجلس والخبراء الدستوريين وضعي كنائب شيء ووضعي كرئيس شيء وكما أوصاني حضرة صاحب السمو أمير البلاد بأن أكون على مسافة واحدة من الجميع كنت كذلك في هذا الموقف ولم أذكر رأيي قبل النقاش لكن أنا أبى أقول رأيي لأن رأيي معلن أقيل في سابقة من قبل أنا أرى بأن العضوية ساقطة بشكل مباشر لكن أنا ما جيت كرئيس وجيت وقعت على إسقاط العضوية وقلت هذا رأيي وهذا قناعتي وأنا رئيس وبمشي باللي أنا أشوفه أنا تركت كل الأمور للتشاور ولقرارات المجلس لذلك حبيت أثبت هذه الحقيقتين وبما أن في مكتب المجلس نوقش هذا الموضوع ويشهد عليه أخواني يمكن في المنصة موجودين أخي نائب الرئيس وأخي أخواني أمين السر والمراقب ورؤساء اللجان التشريعية والأولويات والمالية وكان الرأي بأنه يجب أن يكون
هناك تصويت وفقا للمادة 26 اللي أرى أن قد يكون فيها تعارض مع المادة 82 مع المادة 16 عفوا من اللائحة الداخلية مع المادة 82 من الدستور اللي تحولك إلى قانون الانتخاب المادة الثانية والمادة 50. لكن مع ذلك احترمت رأي زملائي ورأي المجلس وسأعبر عن رأيي في التصويت القادم. لذلك وفقا للمادة 16 من اللائحة سأتوجه بشكل مباشر إلى التصويت، وأود أن أوضح التالي قبل التصويت للأخوات أعضاء المجلس والأخوة وكذلك للشعب الكويتي. المادة 16 من اللائحة تنص على التالي في الفقرة الأخيرة: ولا يكون إسقاط العضوية إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض أمره، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم، ويجوز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سرياً، المجلس وليس أنا. الآن عدد أعضاء الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس هم 65. أول تصويت راح يكون حسب ما جاء في الدور على عضوية الدكتور مساعد الطبطبائي وليد الطبطبائي وليد مساعد الطبطبائي وفقا للمادة 16 من اللائحة 65 ناقص 1 المعروض أمره 64، أغلبية 64 33. حتى تسقط العضوية يجب أن يكون هناك 33 موافق على إسقاط العضوية. فيما يتعلق في الإجراءات الأخرى اللي هي محل خلاف، أنا تركت القرارات كلها للمجلس في محكمة دستورية، في وسائل أخرى يستطيع أن يلجأ إليها من يشاء، لكني قاعد أدير المشهد والجلسة كرئيس دون أن أغلب رأيي الشخصي على الموضوع. الآن الأمين العام سيبدأ بالتصويت. حتى تسقط العضوية يجب أن يصوت 33 عضو مع إسقاط العضوية بالموافقة على إسقاط العضوية. التصويت بالموافقة يعني اللي يقول موافق يعني موافق على إسقاط العضو. جماعة أرجوكم، خالد قاعد نقول كلام مهم عشان ما تصير فيه لخبطة. الموافق يعني موافق على إسقاط العضوية، عدم الموافقة أو غير موافق يعني غير موافق على إسقاط العضوية. تفضل الأخ الأمين العام. الآن نصوت على السؤال التالي: هل يوافق المجلس على إسقاط عضوية السيد العضو دكتور وليد مساعد طبطبائي؟ تفضل الأمين العام. أحمد نبيل الفضل موافق. أسامة عيسى الشاهين غير موافق. أنس خالد الصالح موافق. الحميدي بدر السبيعي غير موافق. دكتور باسل حمود الصباح موافق. بخيت شبيب الرشيدي موافق. ثامر سعد الظفيري غير موافق. دكتور جمعان ظاهر الحربش غير موجود. دكتورة جنان محسن رمضان هذا موافق. جابر مبارك الصباح موافق. دكتور جمعان ظاهر الحربش غير موجود. دكتورة جنان محسن رمضان موافقة. موافقة. دكتور حامد محمد العازمي موافق. حسام عبد الله الرومي موافق. حمد سيف الهرشاني موافق. حمدان سالم العازمي غير موافق. دكتور حمود عبد الله الخضير غير موافق. خالد الجراح الصباح موافق. خالد حسين الشطي موافق. خالد محمد العتيبي غير موافق. خالد ناصر روضان موافق. خلف دميثير العنزي موافق. خليل إبراهيم الصالح موافق. دكتور خليل عبد الله أبول موافق. راكان يوسف النصف موافق. رياض أحمد العدساني اللي بعدنا. سعد علي الرشيدي غير موافق. سعدون حماد العتيبي موافق. سعود محمد الشويعر موافق. شعيب شباب المويزري غير موافق.
صالح أحمد عاشور، موافق. صباح خالد الصباح، موافق. صفاء عبد الرحمن الهاشم، موافقة. صلاح عبد الرضا خورشيد، موافق. طلال سعد الجلال، غير موافق. دكتور عادل جاسم الدمخي، غير موافق. عادل مساعد الجار الله، موافق. دكتور عبد الكريم عبد الله الكندري، غير موافق. عبد الله فهاد العنزي، غير موافق. عبد الله يوسف الرومي، موافق. عبد الوهاب محمد البابطين، غير موافق. عدنان سيد عبد الصمد، موافق. عسكر عويد العنزي، غير موافق. علي سالم الدغباسي، غير موافق. عمر عبد المحسن الطبطبائي، غير موافق. دكتور عودة الرويعي، موافق. فراج زبن العربيد، غير موافق. دكتور فهد محمد العفاسي، موافق. فيصل محمد الكندري، غير موافق. ماجد مساعد المطيري، غير موافق. مبارك سالم الحريص، غير موافق. مبارك هيف الحجرف، غير موافق. محمد براك المطير، غير موافق. محمد حسين الدلال، غير موافق. محمد مروي الهدية، غير موافق. محمد ناصر الجبري، موافق. دكتور محمد هادي الحويلة، غير موافق. محمد هايف المطيري، غير موافق. ناصر سعد الدوسري، غير موافق. نايف عبد العزيز العجمي، غير موافق. دكتور نايف فلاح الحجرف، موافق. هند صبيح الصبيح، موافقة. يوسف صالح الفضالة، اللي بعده. عيسى أحمد الكندري، غير موافق. مرزوق علي الغانم، موافق. موافق. الحضور 60، موافق على إسقاط العضوية 31، غير موافق 29. طيب لحظة، الحضور 60، لحظة أبو بدر، يا جماعة هذا موضوع يعني حساس، خل نقول النتيجة بس الرسمية. خل نذكر النتيجة الرسمية ونذكر تداعياتها بس حتى الأمر يسجل في المضبطة. الحضور 60، موافقة 31، عدم موافقة 29، امتناع الحضور 60 سجل. لم يدلوا بأصواتهم، لم يشاركوا 2، يعني يفترض اللي يسجل في المضبطة، مو اللي مسجينه هنا الأخ الأمين العام، اللي يسجل في المضبطة بأن الحضور 62، الموافق معاي الأمين العام، تسجل الحضور 62 مو 60 هني لأنه يمشون بالكمبيوتر. الحضور 62، الموافقة 31، عدم موافقة 29، لم يدلوا بأصواتهم 2، بناء عليه لم تسقط عضوية الدكتور وليد مساعد الطبطبائي. الآن هل يوافق المجلس على إسقاط عضوية السيد العضو دكتور جمعان ظاهر الحربش؟ الموافق نفس الشيء، الموافق يعني موافق على إسقاط العضوية، غير موافق على إسقاط العضوية. تفضل الأمين العام. أحمد نبيل الفضل، موافق. أسامة عيسى الشاهين، غير موافق. أنس خالد الصالح، موافق. الحميدي بدر السبيعي، غير موافق. دكتور باسل حمود الصباح، موافق. بخيت شبيب الرشيدي، موافق. ثامر سعد الظفيري، غير موافق. جابر مبارك الصباح، موافق. دكتورة جنان محسن رمضان، موافقة. دكتور حامد محمد العازمي، موافق. حسام عبد الله الرومي، موافق. حمد سيف الهرشاني، موافق. حمدان سالم العازمي، غير موافق. دكتور حمود عبد الله الخضير، غير موافق. خالد الجراح الصباح، موافق. خالد حسين الشطي، موافق. خالد محمد العتيبي، غير موافق. خالد ناصر روضان، موافق. خلف دميثير العنزي، موافق. خليل إبراهيم الصالح، موافق. دكتور خليل عبد الله أبول، موافق. راكان يوسف النصف، موافق. رياض أحمد العدساني،
سعد علي الرشيدي غير موافق، سعدون حماد العتيبي موافق، سعود محمد الشويعر موافق، شعيب شباب المويزري غير موافق، صالح أحمد عاشور موافق، صباح خالد الصباح موافق، صفاء عبد الرحمن الهاشم موافقة، صلاح عبد الرضا خورشيد موافق، طلال سعد الجلال غير موافق، دكتور عادل جاسم الدمخي غير موافق، عادل مساعد الجار الله موافق، دكتور عبد الكريم عبد الله الكندري غير موافق، عبد الله فهاد العنزي غير موافق، عبد الله يوسف الرومي موافق، عبد الوهاب محمد البابطين غير موافق، عدنان سيد عبد الصمد موافق، عسكر عويد العنزي غير موافق، علي سالم الدغباسي غير موافق، عمر عبد المحسن الطبطبائي غير موافق، دكتور عودة الرويعي موافق، فراج زبد العربيد غير موافق، دكتور فهد محمد العفاسي موافق، فيصل محمد الكندري غير موافق، ماجد مساعد المطيري غير موافق، مبارك سالم الحريص غير موافق، مبارك هيف الحجرف غير موافق، محمد براك المطير غير موافق، محمد حسين الدلال غير موافق، محمد مروي الهدية غير موافق، محمد ناصر الجبري موافق، دكتور محمد هادي الحويلة غير موافق، محمد هايف المطيري غير موافق، ناصر سعد الدوسري غير موافق، نايف عبد العزيز العجمي غير موافق، دكتور نايف فلاح الحجرف موافق، هند صبيح الصبيح موافقة، دكتور وليد مساعد طبطبائي غير موجود، يوسف صالح الفضالة غير ماشي، عيسى أحمد الكندري غير موافق، مرزوق علي الغانم موافق. النتيجة نفس التسجيل اللي سجلته مساعة، مو اللي في الكمبيوتر لأنه ما يحسب اللي ما شاركوا. الحضور 62، موافقة على الأسقاط العضوية 31، عدم موافقة على الأسقاط العضوية 29، لم يدلوا بأصواتهما 2، وبالتالي لم تسقط العضوية عن الدكتور جمعان الحربش.